بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي آنساتي سادتي مشاهدي الكرام، أسعد الله مساءكم جميعا بكل خير. أيها السيدات والسادة، من هنا وبالتحديد من استاد البحرين الوطني، هذا محدثكم محمد سويد، وعبر قناة البحرين الرياضية يحييكم بأجمل تحية وأجمل ترحيب في هذه الأمسية الكبيرة، في هذه الأمسية الملكية، في هذه الأمسية الرياضية المرتقبة، في هذه الأمسية التاريخية، في هذه الأمسية الجماهيرية، نهائي كأس جلالة الملك المعظم في نسختها رقم 47 لهذا الموسم 2023-2024، المباراة النهائية بين الكبار قطبي كرة القدم البحرينية، المحرق أكثر الأندية فوزاً بكأس جلالة الملك، وغريم التقليدي النادي الأهلي. حقيقة اليوم أجواء رائعة وجميلة هنا في استاد البحرين الوطني، وبحضور جماهير كبير جدا حرص على الحضور إلى ملعب المباراة لمتابعة هذه المباراة النهائية على كأس سيدي جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه. وحقيقة طبعا بداية قبل كل شيء باسم العاملين في وزارة الإعلام وبكل عاملين في القناة الرياضية، نرفع أيضا أسماء التهاني والتبريكات لمقام سيدي حضرة صاحب الجلالة بمناسبة مرور 25 عام على توليه قيادة دفة الحكم هنا في مملكتنا الغالية. حقيقة قيادة حكيمة، قيادة أبوية، قيادة شملت الجميع برعاية كريمة. وحقيقة أستحضر في هذه اللحظة أبيات رائعة لابنه البار سمو الشيخ ناصر بن حمد، يقول فيها: يا قائد بلادنا الحر العديم الهمام، يا ملهم الشعب كله، يا مليك السعد، 25 عام عيشها في سلام، ونشكر ونحمد وجودك يا زعيم البلد. الشعب كله يردد يا رفيع المقام، ما للبلد غير قائده، ما للبلد غير قائدها المفدى حمد. إذا مشاهدي الكرام، أدعوكم أيها السيدات والسادة قبيل انطلاق هذه المباراة المرتقبة، قبيل انطلاق هذه القمة التاريخية، المحرق والأهلي في نهائي النسخة رقم 47، مباراة بقيادة حكمنا الدولي الحكم محمد خالد اللي وضح معك على الشاشة، البداية 2011 الدولية 2021، والمساعد الأول الدولي محمد جعفر، والمساعد الثاني الدولي عبد الله صالح، والحكم الرابع الدولي حسين الشويخ، مراقب المباراة وليد عصام، المنسق العام مبارك الحايكي، مقيم الحكام صلاح العباس. بسم الله، بسم الله وعلى بركة الله، انطلقت القمة البحرينية، هذه نسميها أم القمم. مباراة حقيقة جماهيرية كبيرة، مباراة حقيقة للتاريخ، مباراة حقيقة للأجيال القادمة، والأجيال اللي مضت أيضا هي اللي زرعت ورسخت فينا حب هذين الناديين الكبيرين. تشكيلة نادي المحرق: في حراسة المرمى سيد محمد جعفر، في خط الدفاع حسن الكراني، وليد الحيام، نسيم هنيد المحترف التونسي، وعلى الطرف الأيمن محمد البناي، خط نص المحرق مكون من خليفة عيسى اللافي، وليد القروي، أمامهم عبد الوهاب المالون، على الطرف الأيسر البرازيلي فيليبي سراييفا، وعلى الطرف الأيمن المحترف العماني زاهر الأغبري، خط الهجوم المحترف التونسي فراس شواط. تشكيلة النادي الأهلي: في حراسة المرمى إبراهيم لطف الله، في خط الدفاع عباس عياد،
الاسباني جوناس، علي ابراهيم، باقر العصفور خط النص النادي الاهلي، عباس العصفور، جيوفاني على الطرف الايمن، طبعا امامهم جمال راشد على الطرف الايمن البرازيلي، ولي نكتون على الطرف الايسر حسن مدد، والمهاجم عبد الله الحشاش. اليوم السبت 9 مارس 2024، يوم تاريخي في كرة القدم البحرينية، وبالذات على مستوى نادي المحرق وعلى مستوى نادي الأهلي وعلى مستوى كرة القدم البحرينية بإقامة هذه المباراة النهائية وهجمة أهلاوية مع بداية شوط المباراة الأول، ولكنها بتمر وأيضا في كرة عبرت خارج ملعب المباراة، ركلة مرمى لمصلحة نادي المحرق. طبعا هي المواجهة رقم 15 تجمع الفريقين، المواجهة رقم 15 تجمع الفريقين تاريخيا على مستوى كأس جلالة الملك، وطبعا هذا هو النهائي السادس اللي يجمع الفريقين، هذا هو النهائي السادس على اعتبار الفريقين التقوا في 5 نهائيات، كان 4 انتصارات للمحرق وانتصار للأهلي. وليد الحياة، المحترف التونسي نسيم هنيد، محمد البناي. شوط المباراة الأول مشاهدي الكرام، تعادل بدون أهداف، نص ملعب المباراة محرقية، واضح المحرق بالقرصان الحمراء في الجهة اليمنى، النادي الأهلي بالقرصان الصفراء في الجهة اليسرى، استاد البحرين الوطني، عرس كروي كبير، أمسية كبيرة لا شك من خلال هذه المباراة المرتقبة، هجمة محرقية ملعوبة داخل منطقة الجزاء، تتهيأ في راية راية مرفوعة بمساعدة الحكم الثاني عبد الله صالح، ركلة حرة غير مباشرة في وجود تسلل على مهاجم نادي المحرق. هنا أيضا وليد القروي محترف التونسي، كرة بتمر خارج ملعب المباراة، مباراة تقام على استاد البحرين الوطني، هذا الملعب يحتضن المباراة النهائية رقم 37، وأول نهائي يقيم على هذا الملعب كان في موسم 83-84، ويومها طبعا التقى في المباراة النهائية المحرق والبحرين، ويومها فاز المحرق 2-0 بهدفين إبراهيم الحردان عادل سالمي. كرة توصل أهلاوية، حسن مدن صاحب أجمل هدف في الدور قبل النهائي في مرمى نادي المنامة، كرة لم توصل ملعوبة أهلاوية، حاول يمر ولي نكتون البرازيلي ولكنها تبعد إلى خارج ملعب المباراة ورمية تاباس. هنا أيضا الكراني ملعوبة رمية تاباس الأهلاوية، حتى الآن نصل الدقيقة أو نقترب الدقيقة 5 من شوط المباراة الأول، تعادل ما زال مستمر بدون أهداف. لا شك حضور جماهير كبير، متابعة حثيثة من وسائل الإعلام ورجال الصحافة والإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، وأيضا قناة البحرين الرياضية حرصت على التغطية المبكرة لهذا النهائي المرتقب. كرة لا بتوصل، حسن الكراني كرة معه محرقية، زاهر الأغبري المحترف القادم أيضا من نادي السيب ولعب مع نادي الخالدية، وفراس شواط يقف في موقف تسلل، هذا فراس ايضا لعب مع نادي صفاقس التونسي ومع نادي الدراويش هنا في مصر، نادي الاسماعيلي. ركله حره غير مباشره، هنا محمد الحردان، اوه 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 كبير يا ابو تركي. بالمناسبه هذا المدرب منذ توليه تدريب نادي المحرق، المحرق ما خسر ولا مباراة لا على مستوى الدوري ولا على مستوى كأس جلالة الملك، فبالتالي هذا المدرب الآن يطمح بأن يكون هذا أول لقب له تاريخيا. طبعا هو وصل مع مدينة عيسى ووصل مع نادي الحد لكن لم يحالف الحظ، اليوم يمني النفس بالفوز بكأس جلالة الملك مع نادي المحرق، مع الكبير، مع الشيخ الأندية، مع أكثر الأندية البحرينية فوزا بكأس جلالة الملك. وكرة توصل قريبا لحارس المرمى إبراهيم لطف الله، هنا عبد الوهاب المالون. طبعا الوصول الثالث بالنسبة لإبراهيم لطف الله لنهائي كأس جلالة
الملك يعتبر الاهلي هو وصيف البطوله الماضيه. كره اماميه منقوله حلوه بشكل حلو لولينغتون، بيحاول يمر بيحاول يمر بيحاول يمر خطره، هي 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 الله 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 اول اهداف المباراه. اهلي عجيب، اهلي مثير، اهلي رهيب رهيب رهيب. الله 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 اول اهداف المباراه، اول اهداف المباراه يا سيد، اول اهداف الاهلي البرازيلي ولينغتون. وانا كان حاس عندي احساس اذا كان هدف الاهلي راح يكون من قدم البرازيلي ولي 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 ولينغتون ولينغتون. الله الله على هذا المرور، الله على هذا المرور، الله على هذا الهدف. شوف 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 الله في الدقيقة السادسة، في الدقيقة السادسة أول أهداف المباراة، أول أهداف اللقاء، هدف مبكر، هدف مبكر للأهلي في الدقيقة السادسة من قدم البرازيلي ولينغتون، أول أهداف المباراة. هذا ولينغتون البرازيلي، لعيب 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 لعيب. تقدم الأهلي، طبعا الهدف سجل في الدقيقة السابعة. إذا الهدف سجل في الدقيقة السابعة، طبعا هي اختلاف في بعض الثواني، احنا نقول ممكن يكون 6 دقائق وكم ثانية بس اعتبروها في الدقيقة السابعة. عموما عند الأهلاوية ما تنفي الدقيقة كم، المهم ان الجول يا المهم ان الجول سجل، وبالتالي هدف مبكر. شوف شوف خذها مني كلمة، خذها مني كلمة بأن المباراة راح يكون فيها ريمونتادا، بأن المباراة راح يكون فيها أحداث مثيرة. طالما الهدف سجل في بداية المباراة تابع وشوف هجمة محرقية، محاولة صفارة وخطأ، صفارة وخطأ لمصلحة نادي المحرق على خط 18 على مشارف منطقة الجزاء. وانا حكمنا الدولي محمد خالد، أول نهائي يديره هذا الحكم، وهو الحكم رقم 30، وهو الحكم طبعا رقم 31. هناك 30 حكم محلي أداروا المباريات النهائية، وهذا الحكم رقم 30، والاتحاد استعان بحكمين من خارج المملكة في نسختين، هما الحكم اللبناني طلعت نجوم والعماني عبد الله الهلالي. تابع اليوم على فكرة حتى المعلق ما عنده فرصة يعني يدلي بمعلومة، لكن الحمد لله جماهيرنا ومتابعينا الكل يعرف والكل يدري. خلونا نتابع المباراة، وخلونا نتابع أحداثها، وخلونا نتابع مجرياتها، وخلونا نعطيها حقها. يا جماعة احنا من متى محرومين من هذه الجماهير؟ من متى احنا محرومين مثل هذه اللقاءات الحماسية المثيرة؟ والله محرومين. عودة هذين الناديين إلى وضعهم الطبيعي راح تعود الروح، راح تعود الروح لكرة القدم البحرينية. راح نتابع الآن ركلة حرة مباشرة، راح نتابع الآن ركلة حرة مباشرة لمصلحة نادي المحرق، والأهلي متقدم بهدف. هل يعدل النتيجة؟ هل يعدل النتيجة المولود أو القروي؟ ممكن، ليش لا؟ كرة القدم أهداف. القروي 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 شالت، توصل البناي نص ملعب المباراة، بيرتها لحارس مرماه المحترف التونسي نسيم هنيد لسيد محمد جعفر. محمد جعفر طويلة جهة تاهر الأغبري، توصل لفراس شواط، البناي تمر خارج ملعب في صفارة وخطأ لمصلحة النادي الأهلي. المحرق يتأهل للمباراة النهائية للمرة رقم 23، تأهل 23 مرة. وهنا أيضا شاهدنا من شوية المدرب البرتغالي فيرناندو سانتوس، 50 عام طبعا، هو الثامن مدرب يدرب النادي الأهلي. كرة بتوصل منقولة محرقية المالون، عبد الوهاب الكراني، الكراني ينقلها لنسيم هنيد جهة البناي، حلوة جهة اليمين، محاولة محرقية عرضية لكنها أيضا تتخلص وتبعد من أمام خط هجوم النادي المحرق. فراس شواط أو خليفة عيسى اللافي لحارس مرماه السيد محمد جعفر،
وليد الحياب. شوط المباراة الأول مشاهدي الكرام، الأهلي متقدم بهدف في الدقيقة السابعة عن طريق ويلي نيكتون البرازيلي في واحد من الأهداف الممتعة أيضا والسريعة في هذه المسابقة، النسخة رقم 47. كأس دلالة الملك، كأس دلالة الملك، من المحرق الأهلي، سباق الصعود للمنصة الملكية، كرة بتوصل منقولة لمحرق، محاولة لتعديل النتيجة تبعد إلى خارج الملعب. أنا حسب رأيي المتواضع، واسمحوا لي على هذا الرأي، المباراة فيها أكثر من هدف سواء للأهلي أو المحرق، ما راح نكتفي بهدف واحد، لا 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 لا، أنا ما أعلم، لكن الفريقين امتعونا في الأدوار السابقة من هذه المسابقة، وراح نستعرض مشوار الفريقين، نتابع الركلة الركنية، شوط المباراة الأول 13 دقيقة مضت مشاهدي الكرام، وملعوبة الركلة الركنية المحرقية، تخلص، تهيأ، تنحط خارج الملعب من وليد الحياب. طبعا مشوار نادي المحرق فاز في دور 16 على نادي قلالي بهدف لحسن الكراني. المحرق فاز في دور ربع النهائي على الرفاع بالركلات الترجيحية بعد تعادل 1-1 وسجل الهدف المحرق عبد الله الخلاصي. المحرق فاز على الخالدية في الدور قبل النهائي بهدف للمحترف التونسي فراس شواط. هذا مشوار المحرق. هنا إعادة لهدف البرازيلي ويلي نيكتون، مر ثاني ثالث سددها، مرت على يمين حارس المرمى حسين محمد جعفر. بالنسبة لمشوار النادي الأهلي، فاز على أم الحصر 4-0 في دور 16، وفاز على المسيتين 1-0 في دور 8 بهدف لجمال راشد، وفاز على المنامة في الدور قبل النهائي 3-1 عباس عصفور حسن مدن والسيد مهدي شرف. ويعتبر هدف حسن مدن من أجمل أهداف هذه المسابقة في الدور قبل النهائي في مرمى نادي المنامة. كرة بتوصل أهلاوية، محاولة الآن جهة اليسار، باقر العصفور بيلعبها عرضية قريب لحارس المرمى السيد محمد جعفر كابتن نادي المحرق، وهذا ثامن نهائي لهذا الحارس الكبير، حارس المحرق وحارس منتخبنا الوطني، وبالمناسبة الاثنين محمد السيد جعفر وابراهيم لطف الله طبعا هم حراس لمنتخبنا الوطني الأول لكرة القدم، وشاهدناهم مع منتخبنا في نهاية كأس الأمم الآسيوية. بتوصل تنقل جهة خليفة عيسى، بيحاول يسدد، تصطد، في أيضا دفاع محكم من النادي الأهلي. حقيقة لقاء الكبار، لقاء يعودنا بالزمن الماضي، زمن الجميل. وكرة بتوصل، خلصها المحترف التونسي نسيم، توصل جهة عباس العصفور إلى باقر العصفور، بيحاول يعلي، علاها داخل منطقة جزاء، بتمر خارج ملعب المباراة، وبالتالي ركلة مرمى. هذا حسن مدن اللي واضح معاك على الشاشة، وكنت أتحدث عن هذا اللاعب وأجمل هدف سجله في مرمى المنامة في دور قبل النهائي. شوف ترى مشوار المحرق في هذه المسابقة في النسخة رقم 47 كان مشوار يعني صعب جدا، واجه فيها في البداية قلالي واجتاز قلالي بهدف، ثم واجه فيها من؟ واجه فيها الرفاع هذا 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 فرناندو سانتوس 50 عام، هو المدرب الثامن الذي يقود الأهلي في المباراة النهائية، وهو ثاني مدرب برتغالي في مسابقة كأس الملك بعد المدرب خوسيه غارينو اللي قاد الرفاع بالفوز على المسيتين في 2001 2009 2010. كرة بتوصل أمامية لصاحب هدف ويلي نيكتون، لو خدها راح تكون خطرة. تغطية موجودة الكراني، وليد القروي منقولة في الأمام، بتمر وبتطلع خارج ملعب المباراة. ربع ساعة مرت مشاهدي الكرام، ربع ساعة مرت ما حسينا فيها، ربع ساعة مرت سريعة، ربع ساعة مرت وشوف دائما عمر السعادة ثواني، عمر اللحظات الحلوة ثواني. هذا المدرب الوطني حقيقة فخورين جدا فيك يا ابو تركي، وفخورين جدا بكل مدرب وطني، ولو لاحظت وعدت بالذاكرة بأن الناديين اللي أمامنا فوزوا بكأس الملك تحت قيادة وطنية. راح نشوف، راح نتابع بعد شوية المالون، كرة معاه توصل منقولة خطرة، يحاول يمر، خلص من أمام البرازيلي فيليبي سرايبا توصل أهلاوية. شوط جيوفاني برازيلي، جيوفاني
علي إبراهيم حارس المرمى. إبراهيم لطف الله، الأهلي متقدم بهدف، هدف مبكر. وبالمناسبة الفريق أول فريق عادة المحرك لما يوصل المباراة النهائية ما يخسر، لكن الفريق اللي أذاق طعم الخسارة في أول نهائي هو النادي الأهلي. صور يعني الشيء حقيقة، دائما لقاءات الفريقين تاريخيا تتحفنا، لقاءات الفريقين تاريخيا تمتعنا، تمتعنا بالأداء، بالعطاء، بالروح، بالحماس، بالحضور الجماهيري. على فكرة هذه الأيام حديث الناس في المجالس، في الديوانيات، في كل مكان، في كل مدينة وفي كل قرية، ما عندهم إلا الأهلي والمحرك، ما عندهم إلا المحرك والنسور. الله، النسور النسور النسور، سليخ، ندير الدرازي، جمعة بشير، خضر عبد النبي، حسن حسين، أبو يعني جمعة بشير، أسماء لا كبيرة. كذلك المحرك، كذلك المحرك بأول لقب بقيادة من؟ المرحوم المدرب أحمد بن سالمين. الله، حقيقة نترحم على هذا المدرب الوطني، كذلك نترحم على المدرب الوطني عدنان أيوب، هو الآخر فاز بعدة ألقاب مع نادي المحرق. وبالتالي وصية بن سالمين إلى اللعيبة قبل وفاته يقول الله الله عيالي أولادي أبنائي، الله الله في المحرق، المحرق أمانة تتوارثها الأجيال. هذا ما قال المرحوم المدرب أحمد بن سالمين لي وترك إرث، ترك إرث كبير، ترك حقيقة أمانة يحملها هذا الجيل لكرة القدم المحرقية، وكذلك هو الحال مع النادي الأهلي. إذا مشاهدي الكرام، 19 دقيقة بتمر من شوط المباراة الأول من لقاء المحرق والأهلي في نهائي كأس جلالة الملك المعظم في الموسم الرياضي 23-24 في النسخة رقم 47. جهة اليمين البناي، راي مرفوع في تسلل، في تسلل هنا المساعد الحكم ثاني عبد الله صالح، هنا فراس شواط. ما زال محرق، ما زال الاهلي متقدم بهدف. شوف 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 شوف، واضح كان متقدم فراس شواط على مدافع النادي الاهلي. فرناندو سانتوس المدرب البرتغالي. وبالمناسبه هذا استلم تدريب النادي الاهلي من الجوله الرابعه في دوري ناصر بن حمد، اعتبار ان اول مدرب في هذا الموسم الاهلي هو المدرب السوري هيثم قطر، لكن بعد ثلاث جولات استلم هذا المدرب البرتغالي فرناندو سانتوس. ياهي من نتائج حققها هذا المدرب مع النادي الاهلي، 8 مباريات في الدوري ما خسر ما عدا امام الخالديه وامام ستره، وفاز في 3 مباريات في كاس الملك. كل اللي بتوصل صاحب الهدف البرازيلي ويلي نكتون، عباس عياد، ويلي نكتون كرة معاه، يمر أمامية خطرة أهلاوية، محاولة جمال راشد، عباس عياد، عباس عصفور خارج ملعب المباراة، وبالتالي رمية تماس. هنا أيضا فيليبي سراييفا، هنا أيضا عباس العصفور. أجواء رائعة هنا، يعني جماهيرنا توافدت على الاستاد الوطني، تصور منذ الساعة الثالثة ظهرا، وجماهيرنا تزحف نحو استاد البحرين الوطني لمتابعة هذا اللقاء. على هذا الأساس احنا نقول ودنا، وهذه رسالة أقولها لرئيس النادي الأهلي ورئيس نادي المحرق، يا جماعة خلوها كلمة مني، الله الله في المحرق، الله الله في الأهلي، خلوا هالفريقين دائما يكونون منافسين كبار، خلوا المحرق يكون منافس، خلوا الأهلي يكون منافس. إذا تبغون تعود الروح لكرة القدم البحرينية، خلى الأهلي والمحرق يكونون دائما منافسين، سواء على مستوى بطولة الدوري أو على مستوى كأس جلالة الملك. خير دليل على كلامك يا سويد، هذه الجماهير الكبيرة، هذه الجماهير الغفيرة، هذه الجماهير العزيزة اللي حضرت ملعب المباراة. كرة لم بتوصل، منقولة محرقية، محاولة المرور، وتصطد تصطد تصطد وتبعد من أيضا مدافع النادي الأهلي، في خطأ على وليد الحيام.
خطا واضح على ود الحيان. بالسلامه 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 للحشاش، بالسلامه لعبد الله الحشاش. هنا حكم اللقاء الدولي محمد خالد، واللي كانت بدايه 2011 وشهر 2021. هنا يعادل الخطا. شوط المباراه الاول 22 دقيقه، الاهلي متقدم بهدف للبرازيل المحترف البرازيلي، اي طبعا هذا جيوفاني وهذا الحشاش شاهدناه مع منتخبنا الوطني في نهايات كاس امم اسيا الاخيره في دوله قطر، اللي طبعا فازت بها منتخب قطر بكاس اسيا المره الثانيه على التوالي. كره لم توصل، عباس عيار لعب له كره عاليه داخل منطقه الجزاء، تبعد من دفاع المحرق. عياد اكبر اللاعبين خبره هنا ايضا في النادي الاهلي، كما هو الحال مع السيد محمد جعفر في النادي المحرق وليد الحيام والبالون. وكره بتوصل، ملعوبه عاليه تمر خارج الملعب من عباس عياد. عباس عياد المدافع الايمن وكابتن الفريق اللي وضح معاك على الشاشه، تمر خارج ملعب مباراه ركله مرمى لمصلحه نادي المحرق. بالمناسبه الفريقين ايضا التقوا في دوري ناصر بن حمد في هذا الموسم في القسم الاول في الجوله الرابعه، يومها التعادل 1-1. تقدم الاهلي جيوفاني سيلفا وتعادل المحرق فراس شواط. وبقياده من؟ بقياده هذا الحكم محمد خالد. تصور هذا الحكم نفسه هو اللي ادار لقاء الاهلي والمحرق في القسم الاول. طالما ان فراس شواط سجل في مرمى الاهلي، اتصور يمكن يسجل اليوم في مرمى الاهلي ايضا في هذه المباراه، والله اعلم. لان حسه الان حس فراس شواط يعني بدا يقترب من مرمى النادي الاهلي، لكن حتى الان ما شاهد امانه من خلال ال 23 دقيقة اللي مضت من شوط المباراة الأول ما شاهدنا ولا فرصة خطرة على مرمى إبراهيم لطف الله. محمد البناي. وليد الحيام. المحرق. نسيم هنيد. المحترف التونسي. خارج ملعب مباراة رمية تماس. هنا ايضا المحترف التونسي نسيم هنيد. كرة بتمر خارج ملعب مباراة، وبالتالي رمية تماس لمصلحة النادي الاهلي ملعوبة. امامية تمر جهة الحشاش. كرة عالية من ولينغتون. توصل جهة اليسار. محاولة الآن الظهير الأيسر باقر عصفور. حسن مدن الأهلي خلصها على طول. البالون عبد الوهاب نقلها أمامية قريبة لفراس شواط. فراس كرة معه حرقية. محاولة المرور جهة اليمين عالية خطرة هذه. متابعة أيضا البرازيلي فيليبي. حاول يمر خدوهات من خارج الملعب، وبالتالي ركلة مرمى لمصلحة النادي الأهلي. هنا أيضا البرازيلي الآخر جيوفاني وهذا وليد القروي معترف التونسي. بالسلامة للاعب النادي الأهلي عباس عياد. شوط المباراة الأول 25 دقيقة، الأهلي ما زال متقدم بهدف. لا شك تاريخ كبير لهذه المسابقة الكبيرة. نصل لنسختها رقم 47، نصل لنسخة رقم 47، وهناك 10 أندية فازت بكأس جلالة الملك. المحرق والأهلي والنجمة والرفاع والشرقي والحالة والشباب والحد والمنامة والخالدية. نصف ملعب المباراة المالون. كرة مع أمامية لفراس شواط. بيحاول فراس هجمة محرقية. فراس بيحاول القروي. محاولة محرقية عالية خطرة لا تزال خارج ملعب مباراة وركلة ركنية. هذا فيليبي سراييفا لاعب أيضا خطر. شوف إذا كان ولينغتون خطر من جانب الأهلاوي، فهنا عندنا فيليبي سراييفا ايضا هو خطر من جانب الشيخ الانديه نادي المحرق.
ركلة ركنية الآن حرقية، ما زال أهلي متقدم بهدف، تلعب ركلة ركنية عالية تخلى أيضا تبعد من توصل أمامية جهة ولي نكتون. لا 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 لاعب خطر وفيها بطاقة صفراء، فيها بطاقة صفراء على البناي محمد البناي في الدقيقة 27. هذه أول بطاقة صفراء لمحمد لولد البناي محمد في الدقيقة 27، ورقم أيضا 27. بالسلامة لبرازيلي ولي نكتون. كل أجواء في ملعب المباراة حلوة الآن يا شملان، أنت وصلت للنهائي مرتين مع مدينة عيسى وخسرت، ومع الحد وخسرت، هل تنتقل هذه العدوى اليوم على لعيبة على فريق نادي المحرق؟ والله أنا أقول لا، ما نقدر نحكم. أولاً إحنا ما زلنا في شوط المباراة الأول، ودائماً الرياضي الصح واللاعب الصح هو دائماً يكون متفائل، حتى المشجع أياً كان تفائل، طبعاً تفائل ولا تتشائم، ما زلنا في بداية الشوط، يعني نصل لدقيقة 28، فالمباراة فيها أحداث، تابعها راح يكون فيها أحداث لا شك مثيرة من خلال هذا النهائي المثير وهذا النهائي المرتقب وهذا النهائي الجماهيري على كأس سيدي صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه. خارج الملعب ركلة مرمى محرقية ملعوبة سريعة فرناندو سانتوس، هذا أول تواجد لهذا المدرب في الدوري البحريني، كذلك هذه أول ظهور في مسابقة كأس جلالة الملك. عصفور جيوفاني منقول الجهة تمر راشد نصف ملعب المباراة أمامية خلصها نسيم هنيد توصل محرقية عبد الوهاب المالود، عبد الوهاب كرة معاه بمر ينقلها جهة حسن الكراني، لا تزال محرقية حسن الكراني، حسن لعبد الوهاب المالون أمامية فراس شواط، فراس كرة معاه بالخطأ بالفراس تمر خليفة عيسى اللافي نقلها جهة اليمين البناي محرقية زاهر الأغبري لعبها الله يا زاهر، أبعد حارس المرمى إلى ركلة ركنية إبراهيم لطف الله، أبعد كرة زاهر الأغبري حولها إلى ركلة ركنية، أوه كانت هذه واحدة من أخطر التسديدات على مرمى النادي الأهلي في الدقيقة 30، في الدقيقة 30 شالها حارس المرمى إبراهيم لطف الله. ركلة ركنية تلعب عالية شيل حارس المرمى لا تزال داخل منطقة الجزاء جيوفاني العول حشاش عبد الله المالون أمامي ناقلها تمر في محاولة للزاهر الأغبري كرة بتمر خارج الملعب وركلة ركنية هنا أيضا باقر العصفور الظهير الأيسر الأهلاوي هنا الزاهر الأغبري المحترف العماني القادم من نادي السيب وكذلك لعب مع نادي الخالدية وحاليا هو يعتبر واحد من أخطر أيضا المهاجمين في الدوري البحريني في دورين دوري ناصر بن حمد وكذلك في هذه المسابقة الغالية مسابقة كأس جلالة الملك المعظم. ركلة ركنية محرقية محاولة تلعب شيل حارس المرمى إبراهيم لطف الله حسن مدن الحشاش جهة اليسار باقر العصفور مرتدة أهلاوية ما توصل لحسن مدن يخلصها المحترف التونسي نسيم هنيد جهة اليمين تمر للزاهر الأغبري كرة بطول على الزاهر رمية تماس. شوط المباراة الأول مشاهدي الكرام 30 دقيقة تفصلنا أو 31 دقيقة وتفصلنا 14 دقيقة على نهاية شوط المباراة الأول من لقاء الكلاسيكو من لقاء الديربي المحرق والأهلي كرة الآن بتوصل منقولة جهة فيليبي سراييفا
عيسى خليفة، عيسى اللافي، مالون حلوة، البناي حاول يعلي، تأخر أو زاهر لعبها من خارج الملعب، من خارج الملعب يا زاهر، ركلة مرمى لمصلحة النادي الأهلي. حتى الآن طبعا قبيل انطلاق هذه المباراة هناك 56 هدف سجلت في هذه النسخة رقم 47، هدف ولي نكتون البرازيلي هو الهدف رقم 57. تلعب ركلة المرمى أمامية تمر خارج ملعب المباراة، ركلة مرمى، ركلة مرمى لمصلحة نادي المحرق. مثل ما ذكرت المحرق يتأهل للمرة رقم 23 وفاز بكأس الملك 19 مرة وخسر 3 نهائيات، وكان أول لقب للمحرق في موسم 77-78 بقيادة المدرب الوطني المرحوم أحمد بن سالمين، والكابتن يومها كان حسن عجلان، ويومها المحرق فاز على الوحدة بهدف لحسن عجلان. رغم بتوصل فيليبي، فيليبي، فيليبي بيحاول يتوغل، يمر، يمر فيليبي، جماهير المحرق تطالب بركلة جزاء، كرة بتوصل، محاولة تسديد خارج الملعب. حسن الكراني، حسن الكراني، عطنا عطنا اياها بالاعاده، خلينا نشوف. جماهير المحرق تقول بان لاعب الاهلي ابعدها بيده، خلينا نشوف، خلينا نشوف. الكرة وصلت لمنو؟ وصلت الى فيليبي، هذا فيليبي. شوف، شوفوا معاد الكرة، شوفوا معاد الكرة، خلينا نشوف، خلينا نشوف. هي فعلا لامست يد العياد عباس، ولكن من غير قصد، من غير قصد، من غير قصد. هذه عادة ايضا بصوره اوضح من خارج الملعب. هذا خليفة عيسى اللافي، طبعا طبعا لو في نظام الفار، لو في نظام موجود ولاعبي المحرق يطالبون وراح الحكم يشوف يمكن يغير رايه. اصبح الان الفار هو الحكم. كرة من خارج الملعب، رمية تماس لمصلحة النادي الأهلي، ولي نكتون صاحب هدف المباراة يتركها لعباس عياد، خلصها على طول خليفة عيسى اللافي، فراس شواط خطأ لمصلحة نادي المحرق، هنا أيضا جيوفاني. 34 دقيقة هنا أيضا البرتغالي فيرناندو، حتى الآن فيرناندو متفوق على مدربنا الوطني الشاملان، متقدم عليه بهدف، متقدم عليه، متقدم عليك يا أبو تركي البرتغالي فيرناندو بهدف. لك كلمة، لك رأي، لك خطة، لك طريقة تعدها للمحرق فيما تبقى من شوط المباراة الأول أو في الشوط الثاني. كرة بتوصل، زاهر الأغبري بيحاول يمر، بيحاول يمر، عرضها، توصل في حارس المرمى إبراهيم لطفالله. الأهلي يصل للنهائي للمرة رقم 14، فاز بكأس جلالة الملك 5 مرات، أول لقب للأهلي موسم 81-82 في النسخة الخامسة يوم فاز الأهلي على الرفاع 2-0. كرة بتوصل، وليد الحيار ينقلها جهة محمد البناي. 9 مارس 2024 يوم مميز، يوم تاريخي بالنسبة لكرة القدم البحرينية. 9 مارس 2024 حقيقة هذا اليوم راح يتذكر كل رياضي، وبالذات جمهور الفريقين، وبالذات لاعبي الفريقين الأهلي والمحرق لوصولهم في هذا اليوم، في هذا التاريخ، في هذه اللحظة إلى المباراة النهائية. كرة منقولة، حتى الآن ما في خطورة محرقية بمعنى الكلمة، ما في خطورة محرقية ما عدا تسديدة الزاهر الأخبري في الدقيقة 30 واللي أبعده حارس المرمى إبراهيم متفرق. رمية تماس، ولي نكتون كرة معاه، توصل لجهة عباس العصفور، ولي، 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 مر ولي، على طول خلصها ايضا مدافع النادي المحرق، مكمن خطوره الاهلي هذا اللاعب.
انا كنت بقول في بدايه تعليق على المباراه اذا كان هدف للاهلي راح يسجل هذا، بس راحت على بالي. عموما الان رمية تماس لمصلحه النادي الاهلي. عباس عيال حكم مباراه يطالبه العب 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 لا تضيع وقت. بطاقه صفراء وحيده لمحمد البناي في الدقيقه 27. يعني طبعا مقارنه بوصول، لو تعمل مقارنه بين وصول الاهلي والمحرق للنهائي راح تشوف بان المحرق لا طريقه كان صعب جدا، لعب مع مرتين قويتين في منتهى القوه، لعب مع الرفاع في دور النهائي ولعب مع الخالديه في دور قبل النهائي. الاهلي طبعا اجتاز ام الحصه واجتاز مسيتين واجتاز المنامه في الدور قبل النهائي. قد تكون مباراه المنامه هي الاصعب على الاهلي، لكن تعامل معاها بشكل حلو المدرب البرتغالي فرناندو سانتوس، استطاع من ان يلحق الهزيمه بالمنامه 3-1 ويصل الى المباراه النهائيه. عباس العصفور، ويلي نكتون، ويلي كره معاه عباس عياد. النادي الاهلي 37 دقيقه مشاهدي الكرام متابعينا اينما كنتم، ما زلنا في هذا النقل المباشر وبالتحديد من استاد البحرين الوطني، هذا الملعب اللي يتسع تقريبا الى 35,000 متفرج، وما شاء الله الملعب اليوم ما شاء الله عامر بالحضور الكبير لجماهيرنا الحبيبه. كره بتوصل ولينكتون خلص منه. جمال راشد محاوله من خارج ملعب المباراه. فعلا فعلا عادت الروح لكره القدم البحرينيه بعوده قطبي كره القدم البحرينيه المحرق والاهلي. ما في شك هذا لقاء الزمن الجميل، لقاء الاهل المحرق والنسور، ياهو حقبه زمنيه مرت على لقاءات هذين الناديين، لكن ما زال لقاهم فريش، ما زال لقاهم يترقبه كل محب وكل متابع. وكره ملعوبه عاليه خطره للاهلي داخل منطقه الجزاء، راسيه توصل لحارس المرمى السيد محمد جعفر. بالسلامه 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 للحشاش، وبالسلامه لايضا فراس شواط. اعتذار اعتذار جميل اعتذار جميل اعتذار جميل من الحشاش لفراس. شوف 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 الحشاش شوف الحشاش هنا الاعاده هنا الاعاده حش راس فراس حش. عموما خطا لمصلحه النادي المحرك. شوط المباراه الاول 40 دقيقه والشملان مع المساعد راشد الدوسري. طبعا بالنسبه للمحرق المدرب محمد الشملان، المساعد طبعا ابراهيم المشخاص وراشد الدوسري، والمعد هناك وليد بن شرف الدين، والاسماء تاتي بالنسبه لعبد الله البعينين المشرف العام للفريق الاول، ومحمد ابراهيم ياسين المشرف الاداري، ويحيى ابو علاي المنسق الاداري، وهناك ايضا محمد الجودر المنسق الاعلامي. في الجانب الاهلاوي هناك المدرب فرناندو والمساعد علي جاسم والمدير الفريق علي جاسم معيوف، وكذلك علي عبد الرحمن مسامح. كره لما توصل اهلاويه حسن مدن بيحاول يمر ويتوقع العرضيه خطره، جول جول الله صنعها مدن، صنعها حسن مدن ومرت داخل منطقه الست يارده، وفرصه كانت اهلاويه. راح نشوف اللي عنده، شوف 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 حسن مدن، شوف حسن مدن لدغه 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 لمسه لمسه لمسه، كانت هذه الكره يكون منها هدف ثاني اهلاوي. فرصه ضاعت، فرصه ضاعت على الاهلي في الدقيقه 40، كانت هذه الكره تعلن عن هدف ثاني، وانا ما زلت مصر ان المباراه فيها هدف ثاني سواء للمحرق او للاهلي. فيها اهداف المباراه بعد، فيها اهداف كره بتوصل تبعد تبعد توصل لقريبه حياء. هنا ايضا علي ابراهيم مدافع النادي الاهلي المحترف العماني زاهر الاغبري، كذلك زاهر اضاع ركله جزاء في المباراه الماضيه في لقاء المحرج والخالدي في الدور قبل النهائي. كره بتوصل للاهلي جهه اليمين واضحه 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 واضحه
واضحه يا وليد، واضحه وضوح الشمس. طبعا الخطا هذا حتى الحكم ابتسم، حتى الحكم ابتسم على كره وليد. بس عادي يكلم لاعب الاهلي يقول له خلاص الخطا واحتسبناه، وهو دفعك دفع عادي. قم قم يا وليد، قم قم كمل المباراه. شوف 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 شوف، واضحه 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 يا الحيان، واضحه يا الحيان. نصل لدقيقه 41 مشاهدي الكرام، شوط المباراه الاول، ما زال الاهلي متقدم بهدف، ما زال الاهلي متقدم بهدف، هدف مبكر في الدقيقه السابعه سجل طبعا البرازيلي المحترف البرازيلي ولي دكتور. هنا حارس المرمى وكابتن الفريق السيد محمد جعفر. ثمان نهائيات، هذا النهائي الثامن مع المحرق. ركله حره مباشره اهلاويه، ملعوبه عاليه راسيه، تبعد تتهيأ، ايضا تبعد من نسيم هنيد. نصف ملعب المباراه عياد خارج الملعب، او ما طلعت عبد الوهاب المالون، ينقلها جهه النسيم هنيد المحترف تونسي. عبد الوهاب المالون نهايه النسخه رقم 47 تحت رعايه مباراه النهائيه تقام تحت رعايه جلاله الملك المعظم. نهائي حقيقة الكل يتمناه، الكل يحسب له، وكل يمني نفسه بالوصول للمباراة النهائية والظفر بالكأس الملكية. كرة بتوصل أهلاوية منقولة أمامية جهة اليسار، محاولة لإضافة هدف ثاني ولتسجيل هدف ثاني. أهلاوي محاولة خطرة هاي داخل منطقة الجزاء، التغطية موجودة، الإبعاد موجود من دفاع النادي المحرك. عبد الوهاب المالون رمية تاماس، كل شيء في الملعب يوحي لك، كل شيء في ملعب الاستاد الوطني يوحي بعرس حقيقة كروي، أمسية كروية، أمسية رياضية. يعني الكل حقيقة يسهم ويكون أيضا عامل رئيس في إنجاح هذا النهائي. لما توصل محرقية، محاولة لتعديل النتيجة، فراس خطرة، مرت من فراس خارج ملعب المباراة، وبالتالي ركلة مرمى لمصلحة النادي الأهلي. في محاولات محرقية شاهدناها، لكن ما كانت بتلك الخطورة اللي تعودنا نشوفها من فراس شوار، تعودنا نشوفها من ساهر الأغبري، تعودنا نشوفها من فيليبي سراييفا. لكن الكبير كبير، الكبير سبحانه وتعالى، الفريقين كبار، ممكن المحرق يعود في أي لحظة، ممكن الأهلي يعزز هدفه بهدف ثاني. الفريقين حقيقة قادرين على إمتاع هذه الجماهير الغفيرة المتواجدة في الاستاد الوطني، كذلك اللي تابعنا خلف قناة البحرين الرياضية وخلف الشاشة الفضية. أيضا يمني الناس بأن يكون نهائي جميل، نهائي تسود الروح الرياضية الكبيرة، وكلنا إن شاء الله نساهم في نجاح هذه المباراة النهائية. ثلاث دقائق وقت بدل ضايع تحتسب بالنسبة لشوط المباراة الأول. كرة مع البرازيلي، فيليبي بيحاول يمر، عرضية خطرة، جول هذه تأخر فيها، تهيأت للمولود، تأخر فيها عبد الوهاب، علاها، تابعت محمد البناي، لا تزال محرقية، ممكن الخطورة ما زالت قائمة، زاهر، الله عليك يا زاهر، كان بإمكانك أن تزهر هذا الملعب بهدف جميل، لكن شوف براعة، لطف الله عليك. يقولون لطف الله ما يقدر يطير، من قال لكم؟ طلعوا، شوف البراعة عند إبراهيم لطف الله، حقيقة واحد من الحراس المميزين، وكرة توصل، ركلة ركنية، خطرة، جول، لا تزال داخل منطقة الجزاء. تبعد من أمام فيليبي سراييفا. حلوة أبعدها
أبعدها بالفرة في الدقيقة 45. يعني البعض حقيقة حارسنا إبراهيم الفضلة هذا دليل قاطع على تألق هذا الحارس اللي البعض شكك بأنه يقول لك والله جسمه مليان وما يقدر يطير. لا لا والله لا والله ظلمتون هذا الحارس، حارس كبير، حارس متألق، حارس يعني دافع عن منتخبنا في كأس آسيا وحاليا عن نادي الأهلي، وكان سابق لعب أيضا مع الخالدية، وبالتالي حارس يعتبر الآن راح يكون علامة مبارزة في هذا النهائي. إبراهيم الفضلة وأبعد العديد من الكرات، كرة توصل أهلاوية، محاولة داخل منطقة الجزاء، أهلاوية عرضية شيلها وليد الحيان، تصل لعباس عيال أرسال في الوقت بدل ضايع المحتسب بالنسبة لشوط المباراة الأول من لقاء المحرق والأهلي في نهائي كأس جلالة الملك. ما زال الأهلي متقدم بهدف منذ الدقيقة السابعة. إبراهيم علي إبراهيمة بيرد لحارس المرمى إبراهيم الطفلة. إبراهيم نجم الشوط الأول هو حارس المرمى إبراهيم الطفلة. نجم شوط المباراة الأول بلا منازع هو حارس المرمى إبراهيم الطفلة اللي أبعد العديد من الكرات الخطرة، واحدة في الدقيقة 30، واحدة في الدقيقة 45. شكرا لمخرج المباراة، سمع كلامي وعطاني إبراهيم الطفلة. هنا خطأ لمصلحة النادي الأهلي. هنا أيضا فيليبي سارايفا، هنا حارس المرمى إبراهيم الطفلة. شوط المباراة الأول نزل في الوقت الضايع المحتسب من حكم المباراة الدولي محمد خالد. أول نهائي طبعا أول نهائي أداره في النسخة الأولى هو الحكم الدولي عبد الغفار العلوي. أسماء حكام كبار مروا، كرة بتوصل تلعب خطرة هذه، الله راية 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 مرفوعة. وفي هذه اللحظة سيداتي آنساتي سادتي مشاهدي الكرام، حكم المباراة الدولي محمد خالد أطلق الصفارة لنهاية شوط المباراة الأول من اللقاء التاريخي، من اللقاء المرتقب، من اللقاء قمة كلاسيكو كرة القدم البحرينية. المحرق الأهلي بتقدم الأهلي وباستبسال حارسه إبراهيم الطفلة. طبعا تقدم النادي الأهلي بهدف عن طريق البرازيلي ولي نكتون، وإبراهيم الطفلة حقيقة أبدع وصال وجال بإبعاده وتصدى للعدي من كرة خطرة. طبعا هدف الأهلي ولي نكتون موريرا في الدقيقة السابعة من شوط المباراة الأول. الآن راح ننتقل للزملاء للاستوديو التحليلي، استاد الفاضل محمد عبد الغفار وحسين مشامع لتحليل شوط المباراة الأول. ألتقي مع حضراتكم إن شاء الله مع بداية شوط المباراة الثاني، إلى اللقاء. بسم الله الرحمن الرحيم، سيداتي أنساتي سادتي مشاهدي الكرام، عودة بكم مرة أخرى هنا لاستاد البحرين الوطني. قلوبنا بالشوق شفناها تطير، سابقتنا لك يا حبنا الكبير، بلهجاتك يا قايدنا تقول كل عام وانت يا القائد بخير. يا ملكنا اللي على مر السنين فيك نفخر دوم ونعلي الجبين، بعهدك الزاهر صرنا للعلا وزادت البحرين فوق الخير خير. إذا مشاهدي الكرام، عودة بكم مرة أخرى أيها السيدات والسادة لملعب المباراة، لميدان المباراة، للقاء شوط، لمتابعة شوط المباراة الثاني من لقاء نادي المحرق والنادي الأهلي في ختام كأس جلالة الملك المعظم في النسخة رقم 47 لهذا الموسم 2023-2024. وكنا
قد تركنا شوط المباراة الأول مشاهدي الكرام بتقدم النادي الأهلي بهدف سجل في الدقيقة 7 عن طريق البرازيلي المحترف فولي نكتور، وبالتالي إن شاء الله يكون شوط مثير، شوط ثاني مثير، شوط مغاير تماما عما كان عليه شوط المباراة الأول، والفريقين حقيقة قادرين على إمتاعنا من خلال شوط المباراة الثاني، ولا شك لهذا الرجل، لهذا المدير الفني محمد الشملان أبو تركي. كانت كلمة للعيبة في فترة الاستراحة ما بين شوطي هذا اللقاء، وبالتالي ممكن أن المحرق يعود بحلة مغايرة في شوط المباراة الثاني، وكذلك هو الحال إصرار البرتغالي فرناندو. هنا خطأ لمصلحة نادي المحرق في الجهة اليسرى في مكان خطر، ممكن الآن الاستفادة في مثل هذه الكرات الثابتة والساقطة داخل منطقة جزاء شوط المباراة الثاني. ما زال الأهلي متقدم منذ شوط المباراة الأول بهدف للبرازيلي ويلي نكتون. شوط المباراة الثاني المحرك في الجهة اليسرى والأهلي في الجهة اليمنى، وكرة ملعوبة تمر خارج الملعب. طبعا للتو شرفنا إلى الاستاد الوطني لملعب المباراة الفريق الركن سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة نيابة عن جلالة الملك. كرة بتوصل زاهر الأخبري، محاولة الآن بناي. تابعنا شوط المباراة الأول، تابعنا تألق حقيقة حارس مرمى النادي الأهلي إبراهيم لطف الله في إبعاد العديد من كرة خطرة في الدقيقة 30 وفي الدقيقة 45 كانت هي أخطر كرتين أبعدهم فضل الله في شوط المباراة الأول. كرة ملعوبة عالية محرقية داخل منطقة الجزاء، تتهيأ المالون بحاول حكم بري يقول ما فيها شيء، جماهير المحرك تطالب بركلة جزاء. المرة هذه اللي سقط هو الحكم، حكم المباراة هو اللي طبعا هذا شيء طبيعي، شوف اللاعب الحكم هو مشترك طبعا كلها منظومة واحدة. الكرة الآن بتوصل جهة اليمين البناي، هجمة محرقية، محاولة مع بداية شوط المباراة الثاني خارج الملعب، ركلة ركنية. ضغط ضغط المحرك في شوط المباراة الثاني. هنا إعادة للكرة المشتركة بين المالون وولي نكتور. شوفها 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 لا لا، هذه أجمل لقطة في شوط المباراة الثاني وراح تكون تاريخية لهذا الحكم. حلوة لكن حلوة بس ما نتمنى يطيح مرة ثانية. الآن ركلة ركنية محرقية ملعوبة تنحط، جول جول خطرة جول لا 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 تضيع، هذه مو معقول، هذه ما حد يضيعها. ومن من ومن من ومن من المالون جت على يمينه، لبست على يمينه، مو متعود يسدد على يمينه، لكن وين قريبه من المرمى، مو محتاجه لكل هالقوه، محتاجه بس لزاويه بعيديه خلاص، محتاجه الى يعني القائم الايسر على حارس المرمى ابراهيم لطف الله. عموما تبقى النتيجه تقدم النادي الاهلي بهدف في كلاسيكو الكرة البحرينية. كرة توصل راي مرفوعة، راي مرفوعة وتسلل، ركلة حرة غير مباشرة. إذا لقاء قطبي كرة القدم البحرينية، لقاء الكبار، لقاء جماهيري كبير، ليس المتابعة من خلال المباراة حتى من خلال الشاشة، الكل يتابع، الكل يترقب، الكل يترقب شوط المباراة الثاني، شوط المدربين، شوط الإثارة، شوط المتعة، شوط الأهداف أيضا. بالسلامة للاثنين القروي وأيضا العصفور، عباس العصفور هذا عباس. شوط المباراة الثاني حتى الآن ما شفنا أي تبديل طرى على تشكيلة الأهلي ولا أي تبديل طرى على تشكيلة نادي المحرق، لكن مع الدقائق القادمة هذا البرتغالي فرناندو سانتوس أول ظهور له في هذه المسابقة ويطمح في وصول الأهلي
في وصول الأهلي إلى منصة التتويج. الآن هو وصل الأهلي إلى المباراة النهائية، كذلك الحال مع مدربنا الوطني محمد الشملان. الآن استطاع من الوصول مع المحرق إلى النهائي، لكن هل يصل لمعانقة كأس جلالة الملك أم يكون هو النهائي الثالث اللي خسر الشملان بعد مدينة عيسى وبعد الحد؟ فراس محرقية، خطرة، محاولة داخل منطقة الجزاء، المالون عرضية، لا تزال بدأ الضغط الآن يستمر، بدأ البرس يستمر على مرمى النادي الأهلي في الدقائق، نصل الدقيقة 50 والنتيجة تقدم الأهلي بهدف. هنا الإعادة لخطأ على المالون أو على الحيام. شوط المباراة الثاني 51 دقيقة. هذا عباس عياد كابتن النادي الأهلي، سيد محمد جعفر كابتن نادي المحرق. النهائي رقم 23 للمحرق، النهائي رقم 14، الوصول للنهائي طبعا رقم 14 للأهلي. كرة بتوصل لمدن، هيها خطرة، ولي ما حد مغطي معاك يا ولي نكتون. اليوم انت ولطف الله حقيقة نجمي هذا اللقاء، لكن تفوق فضل الله. طبعا انت سجلت هدف وفضل الله ابعد هدفين، انت سجلت هدف وفضل الله تصدى لهدفين. كرة بتوصل امامية، خلصها على طول باقر العصفور علي ابراهيم لباقر العصفور. نهائي النسخة رقم 47 منقولة. لا تزال أهلاوية عند عباس العصفور، جهة الحشاش اللي ما ظهر أبدا، توصل خطأ واضح قريب جدا من مرأة حكم المباراة الدولي محمد خالد. طبعا اذا كان اول حكم ادار اول نهائي الحكم الدولي عبد الغفار العلوي، فاخر حكم ادار نهائي الموسم الماضي هو الحكم محمد منفور، ادار لقاء الحاله والاهلي في النسخه رقم 46. يومها الحاله فاز على الاهلي بالركلات الترجيحيه بعد التعادل السلبي 0-0. بطاقة صفراء لجيوفاني، هذه ثاني بطاقة صفراء، واحدة على البناي في الشوط الأول في الدقيقة 27، وهذه الثانية في الدقيقة 53 على جيوفاني سانتوس. ما زال الأهلي متقدم بهدف منذ شوط المباراة الأول. احنا الان في شوط المباراة الثانية، نصل الدقيقة 54، لكن حقيقة منذ انطلاق شوط المباراة الثانية لو لاحظ المحرك او الاهلي ما اجتاز نص ملعب المحرك. هنا حكم اللقاء في كرة ثابتة، في كرة حقيقة راح تشكل خطورة على مرمى النادي الاهلي، ملعوبة ايضا في راي مرفوعة، في تسلل ركلة حرة غير مباشرة لمصلحة النادي الاهلي. ركلة حرة غير مباشرة، حارس مرمى النادي الأهلي إبراهيم لطف الله. نهائي كأس جلالة الملك المعظم، أمامية النخل، محاولة المرور لكنها تمر خارج الملعب. طبعا آخر مرة المحرق فاز بلقب كأس جلالة الملك كان في موسم 2019-2020 في النسخة رقم 43، يومها المحرك فاز على الحد 1-0، سجلها البرازيلي إيفيرتو. هذه آخر لقب للمحرك، شيلها علي إبراهيم، رمية تماس،
آخر لقب للنادي الأهلي كان في موسم 2002-2003 في النسخة رقم 26 فاز على المحرق 2-1. تصور 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 الأهلي الأهلي من موسم 2003 إلى اليوم وهو طبعا يبحث عن كأس جلالة الملك، يعني هو الوحيد اللي طبعا هو أول نادي يلحق الخسارة في النهائي للمحرق في موسم 2002-2003 في النسخة رقم 26 يومها فاز على الأهلي. كرة بتوصل نص ملعب المباراة، توصل لجوفاني محاولة خطأ لمصلحة النادي الأهلي. بالسلامة بالسلامة لجمال راشد. مثل ما ذكرت آخر لقب للأهلي كان في موسم 2003 يوم الأهلي فاز على المحرق 2-1. بالمناسبة طبعا الأهلي وصل للنهائي الآن في النسخة الماضية كذلك في النسخة رقم 44 وخسر من أمام الرفاع 2-0. جماهير المحرق أكيد 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 علامة النتيجة 1-0 باينة باينة باينة، لأن جمهور المحرق مو متعود ما يشجع، جمهور المحرق مو متعود ما يآزر، لكن النتيجة مأثرة شوية، لكن ما هي نهاية المطاف. ما زلنا في بداية شوط المباراة الثاني من لقاء الأهلي والمحرق. لقاء للتاريخ، لقاء للتاريخ، سجل يا تاريخ، سجل يا تاريخ، بأن التاسع من مارس 2024 نهاية كأس الملك المعظم جمع المحرق والأهلي. حسن مدد كرة معاه منقولة أهلاوية عرضية مر، لكن ما في متابعة جهة اليمين البرازيلي ويلي ينقلها عياد يعليها داخل منطقة الجزاء يبعدها على طول نسيم المحترف التونسي. كرة توصل لا تزال فعلا في تسلل، لأن لاعب النادي الأهلي عائد من التسلل، لاعب النادي الأهلي عائد من التسلل، ولو تشوفه بالإعادة راح يأكد لك أيضا. شوف اللاعب هنا متسلل، هو عاد من موقع المتسلل، وبالتالي ركلة حرة غير مباشرة. شوط المباراة الثاني 58 دقيقة مرت وما زال الأهلي متقدم بهدف منذ دقيقة 7 من شوط المباراة الأول. 93 هدف سجلت في مجموع مباريات النهائية 46 وصولا إلى هذه المباراة رقم 7 هذا النهائي رقم 47، فمعناتها الآن نسبة الأهداف وصلت إلى 94 هدف في النهائيات. هذا حسن مدن، حكم مباراة يطالب بإخراج اللاعب من خارج الميدان لتكملة العلاج. وهل يعود المحرق إلى نقطة البداية؟ هل يستطيع المحرق من تعديل النتيجة؟ أم للأهلي كلمة في شوط المباراة الثاني و المحافظة على هذا الهدف أو تسجيل هدف آخر أو هدف ثاني؟ سلامة لحسن مدن. هل راح يستبدل حسن مدن؟ أنا شايف أيضا داريو جونيور. هنا حكم اللقاء الدولي محمد خالد. هذا حسن مدن ينقل بالسلامه ان شاء الله لحسن مدن. حكم مباراه استانف في اللعب، كره بتوصل محرقيه الحيان من نص ملعب الاهلي خارج الملعب.
سددها الحيام وليد، مرت خارج الملعب، ركلة مرمى أهلاوية، إبراهيم لطف الله، إبراهيم لطف الله طبعا يعتبر المدرب الوطني سلمان شريدة هو أكثر المدربين الوطنيين فوزا بكأس جلالة الملك، 6 ألقاب حصل عليها الكابتن الجنرال سلمان شريدة. كرة بتوصل، خطأ طبعا، فاز مع المحرق ب4 ألقاب ومع الوحدة بلقب ومع الحد بلقب. كرة بتوصل، فراس، فراس كرة معاه، فراس شواط، العماني، زاهر الأخبري، العماني، العماني يلعبها عالية، علاها زاهر خارج ملعب المباراة. نزل، نزل حسن مدن، نزل حسن مدن، هنا يعاد لكرة زاهر الأخبري. طبعا يعتبر أيضا خليفة الزياني هو الثاني مدرب بعد سلمان شريدة ب5 ألقاب، عدنان أيوب المرحوم، عدنان أيوب بلقبين، السعدون عيسى السعدون ب4 ألقاب، علي عاشور ب3 ألقاب مع النجمة لقب ولقبين مع الرفاع. خطأ لمصلحة النادي الأهلي، هنا جيوفاني خطأ على وليد القروي، حكم مباراة بعيد الكرة مكان حدوث الخطأ. نصل للدقيقة 62 مشاهدي الكرام، في حضور جماهيري ملفت، في حضور جماهير كبير، ودائما قلنا ما راح تعود، ما راح تعود هذه الجماهير إلى مدرجات الوطني أو إلى الملاعب إلا مع شنو؟ إلا مع عودة الكبار إلى المنافسة على المسابقات المحلية سواء الدوري أو الكاس. هجمة أهلاوية أمامية، خطرة هذه، شيلها البناي، خطرة، جول، الله الله يا سيد محمد جعفر، أبعد تسديدة العصفور، عباس العصفور سددها، والسيد محمد جعفر ببراعة أبعدها إلى ركلة ركنية. الله، هذه واحدة أيضا من الكرات الخطرة الأهلاوية في الدقيقة. شوفها باقر عباس عصفور هو من سدد في الدقيقة 63، ركلة ركنية. طبعا حكم المباراة أيضا أشهر بطاقة صفراء لوليد القروي. ركلة مرمى، شوط المباراة الثاني، كرة مع المحرق الآن، زاهر الأغبري أمامية لفراس، فراس ينقلها للبناي، علاها خطرة توصل لحارس المرمى إبراهيم لطف الله. لا خوف، لا خوف على مرمى الأهلي طالما لطف الله موجود، لا خوف على مرمى الأهلي طالما لطف الله موجود. هذا امتداد لحراس مروا في تاريخ هذا النادي الكبير. كرة ملعوبة أمامية، وحقيقة حراس مروا أيضا في تاريخ هذه المسابقة. يبقى الأسطورة حمود السلطان من جانب المحرق، يبقى الأسطورة وحيد خلف من جانب النادي الأهلي. كرة الآن بتوصل أمامية، خطرة في يد حارس المرمى إبراهيم لطف الله. جيوفاني أو لباقر العصف يلعبها أمامية، محاولة المرور للأهلي، قريبة عند نسيم المحترف التونسي، خطأ، خطأ، صفارة، صفارة، صفارة على جمال راشد، جمال راشد اللي أيضا فاز بكأس الملك مع من؟ مع المحرق، هذا اللاعب 15 فاز بكأس الملك مع المحرق. البناي شوف الآن لو لاحظت مدافعين نادي الأهلي يلعبون لكشف التسلل، لمصيدة التسلل، وهذه طبعا سلاح ذو حدين، سلاح ذو حدين إذا ما حسبوا فيها المدافعين النادي الأهلي. هذا فرناندو سانتوس،
هذا اللي قاد الأهلي للنهائي، هذا اللي استلم الأهلي من الجولة الرابعة وما خسر إلا في آخر مبارتين في دوري ناصر بن حمد أمام الحالة وأمام سترة. لكن حقيقة كرة بتوصل، حشاش يسدد لكنها تخلص، توصل نص ملعب للمباراة، النقل جهة اليمين، عباس عياد، عباس ينقلها، توصل محاولة الآن تمر خارج الملعب. تاريخ كبير، تاريخ كبير لهذه البطولة، كأس جلالة الملك، سواء على مستوى اللاعبين، على مستوى المدربين، على مستوى الحكام، على مستوى كل ما هو متعلق بنهائي كأس الملك هو حلو، كل ما هو متعلق بنهائي كأس جلالة الملك هو رائع، كل شيء متعلق في نهائي كأس الملك حقيقة يثلج الصدر. ليش؟ لأن المدرب يتمنى، اللاعب يتمنى، الإداري يتمنى، الجمهور يتمنى بالفوز بالكأس الملكية، بالكأس الغالية. على فكرة الآن كأس جديد في هذه النسخة، كأس جديد، ويا ريت بس نحصل فرصة نتكلم عن الكأس الجديد. ركلة مرمى، هذا فرناندو سانتوس هنا حارس المرمى، إبراهيم لطف الله، ركلة مرمى ملعوبة، عمابية، قريبة عن مدافع، تحرك كراني، أمامية، حاول الآن، كرة توصل، بيحاول فراس جهة اليمين، محمد البناي لعبها لكنها بتمر خارج الملعب، بتمر خارج الملعب. طبعا وجه مجلس إدارة الاتحاد البحريني لكرة القدم الإدارة التنفيذية بالاتحاد لتطوير كأس جلالة الملك المعظم، إذ استحدث الاتحاد نسخة جديدة من كأس البطولة. وطبعا الكأس الجديد صنع في وين؟ في سنغافورة. حقيقة كأس رائع جدا، وظهر كأس جلالة الملك الجديد بحلة جديدة. الكرة الآن بتوصل منقولة جهة اليسار للمحرق اللي بيحاول الآن العودة للمباراة، فيليبي بيحاول يمر، تتخلص من أمام فيليبي، سرايبا توصل أهلاوية. فعلا اليوم المحرق والأهلي يعني استعادوا ذكريات الماضي. أمامية ملعوبة رأسية لكن هو القريبة للكراري، توصل جهة اليسار، تتخلص إلى ربيع تماس، في تبديل محرقي فيليبي، خلاص فيليبي راح يغادر ونزل مكانه هذا اللاعب اللي طبعا حسين عبد الكريم القادم من نادي مدينة عيسى، هذا اللي عول عليه المحرق. وبالمناسبة هذا اللاعب أيضا سجل هاتريك في الدوري في مرمى الحد. حسين عبد الكريم لما بتوصل من قول جهة اليمين أهلاوية، شوط المباراة الثاني نصل الدقيقة 70 وما زال أهلي متقدم بهدف خارج ملعب رمية، ركلة مرمى جيوفاني، يعتبر الحكم الدولي المغفور أحمد جاسم هو الأكثر حكام إدارة للنهائيات، أدار أربع نهائيات. كلها بتوصل جهة اليسار، محاولة عرضية خارج الملعب، ركلة مرمى. حتى الآن يعني هذا اللاعب زاهر الأخبري رغم أنه لاعب سريع ولاعب شويت وسدد كورتين حلوين في الدقيقة 30 وفي الدقيقة 45
لكن شالم حارس مرمى إبراهيم لطفة. 70 دقيقة أي 25 دقيقة مضت على أحداث شوط المباراة الثاني في نهائي كأس الملك المعظم في النسخة رقم 47. حتى الآن ما زال الأهلي متقدم بهدف. أيضا الشيء بالشيء يذكر، رئيس لجنة الحكام الحالي علي السماهيجي أيضا أدار نهائيين في النسخة 33 وفي النسخة 34، 2010 و2011، الرفاع والبسيتين والمحرق والبسيتين، رئيس لجنة الحكام السماهيجي. كذلك المونديالي نواف شكر الله هو الآخر أدار لقاء نهائي النسخة 45 بين الخالدية والرفاع الشرقي. كلنا بتوصل منقولة زاهر الأخبري تتهيأ لكن تتخلص، توصل خليفة عيسى، طلع فيليبي سرايفا ونزل حسين عبد الكريم والمالون يلعب لكرة عالية أمامية لكن دون خطورة. جمال راشد، هل يحافظ الأهلاوية، هل يحافظ النسر الأصفر على الهدف الوحيد أم للذيب عودة، أم للذيب عودة فيما تبقى من شوط المباراة الثاني؟ تابع تابع هذا النهائي المثير، تابع هذا النهائي الكبير، تابع هذا النهائي المرتقب الجماهيري هنا على الاستاد الوطني. حسين عبد الكريم هذه أول لمسة، ينقل أمامية لفراس شواط داخل منطقة الجزاء، تبعد إلى خارج الملعب. في تبديل أيضا، في تبديل محرك. شوف 11 سفيان مكان عبد الوهاب المالون، هذا سفيان مهروق، طبعا هذا عبد الوهاب المالون، بينما اللاعب اللي نزل رقم 11 هو سفيان مهروق. وركله ركنيه حرقيه والاهلي ما زال متقدم بهدف، كره ملعوبه عاليه تبعد من جيفاني او الحشاش، عبد الله الحشاش ابعدها لتحول مرتده سريعه اهلاويه في مكان خطر، خطره هذه خطره للاهلي، العوده السريعه والمرتدات في راي مرفوعه. في تبديل عند الاهلي، إذن اللاعب رقم 19 جمال راشد بادر محمد الشامسي نزل كرة بتوصل جهة البناي، بننقلها لخليفة عيسى اللافي، السلام للبناي، خليفة عيسى ينقلها أمامية يشيلها علي إبراهيمة، حقيقة تغطية محكمة لخط دفاع النادي الأهلي أمام فراس شواط وأمام ساهر الأغبري وأمام وليد القروي. من سيظفر بكأس جلالة الملك؟ من سيكون هو البطل هذه الأمسية؟ من هو عريس هذه الليلة؟ من راح يحتفل بالكأس هذه الليلة؟ من راح يسهر صباحي هذه الليلة؟ راح نتابع. ايه سهرتنا هالليله خلوها صباحي. كره بتوصل على منو راح يفرح؟ من راح يفرح؟ جمهور المحرق ولا جمهور الاهلي؟ راح نتابع. الان نصل للدقيقه 75 اي معناته باقي ربع ساعه على نهايه شوط المباراه الثاني من لقاء المحرق والاهلي. محمد البناي، وليد القروي، اللافي أمامية، محاولة الآن خلصها لاعب النادي الأهلي، توصل جهة اليمين نصف ملعب المباراة، رايمر في تسلل ركلة حرة غير مباشرة، مساعد الحكم الثاني رافع الراية على وجود تسلل، طبعا المساعد الأول
الدولي محمد جعفر، المساعد الثاني الدولي عبد الله صالح. جهة اليمين تحول بحرقية، هجمة الآن ينقلها للأخبري، بيتوغل بيتوغل بيحاول يمر خارج الملعب، وركلة مرمى فعلا 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 ركلة مرمى، لأن الكرة لامست قدم زاهر الأخبري. شفت شفت، لاحظ لاحظ لاحظ، ها شفت في الإعادة تتعرف على يعني لا تعصب يقول لك لا 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 ركلة ركنية، لا لا لا، في الإعادة تقدر تتعرف على ان الكرة فعلا اصطدمت في قدم او في ريل اللاعب العماني زاهر الأخبري. الآن نصل للدقيقة 75، اي ربع ساعة متبقية او اقل، نقدر نقول 14 دقيقة متبقية على نهاية شوط المباراة الثاني. ياهي من دقائق قادمة، ياهي من 14 دقيقة راح تكون هي الفيصل، راح تكون هي يعني راح تكون هي تاريخية، مفصل تاريخي. كرة بتوصل زاهر الأخبري يعليها داخل منطقة الجزاء، لكن دون أي استفادة، دون أي خطورة، تمر خارج الملعب. هذا الشرقان مو براضي على أنا، يقول بدلوه، الظاهر بيطلع الأخبري، الظاهر بيطلع الزاهر الأخبري، يقول خلاص تعبنا يا زاهر، تعبنا يا زاهر، لازم ترتاح يا زاهر، ما سويت شيء يا زاهر. هذه قراءتي أنا اللي أشوفه، لكن للشملان راح نشوف من راح ينزل، من راح ينزل، من راح يطلع. ويلي كرة معه، خلص نسيم خارج الملعب، رمية تماس، يبدو يعني المحرق حتى الآن رغم السيطرة لكن ما في تركيز، ما في تركيز أمام مرمى النادي الأهلي. الله 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 الله، جماهير كبيرة، جماهير أهلاوية، الله. اليوم لعيبة النادي الأهلي، راح أكمل بعد شوية. كرة بتوصل عباس العصفور، انقلها توصل لعياد، جهة اليمين للأهلي تتخلص أمامية لكن يبعدها للطول، جوناس الأسباني، جوناس في تبديل، في تبديل الأخبري، ما في غيره، الأخبري هو اللي راح يطلع، نزل مكانه سبعة أحمد الشروقي. أيضا أحمد الشروقي قد يكون هو البديل الناجح مكان ساهر الأخبري، ممكن يكون هذا اللاعب هو البديل الناجح، وله له في هالمواقف الشروقي، له في هالمواقف أحمد الشروقي. كرة لما توصل البناي، نسيم، الحيام محرك، الوقت يمر سريع على شيخ الأندية، الوقت يمر سريع على أكثر أندية فوزا بكأس الملك، الوقت يمر سريع حقيقة، الوقت يمر سريع. كرة بتوصل تبعد إلى خارج الملعب، ورمية تماس، تبديلين دفعة واحدة، تبديلين دفعة واحدة، الأهلي عشرة مكان ثمانية. جونيور، جونيور مكان مدن، مكان حسن مدن، كذلك 34 مكان سبعة، الحشاش بيطلع وبينزل مكانه السيد مهدي شرف. هذا السيد مهدي شرف، هذا أيضا بديل ناجح، دائما ما تكون أهداف الأهلي عن طريق هذا البديل، السيد مهدي شرف، هاشم شرف، مكان طبعا حسن مدن طلع، الحشاش طلع ونزل عشرة، نزل عشرة داريو جونيور دا سيلفا، والحشاش طلع أيضا، وبالتالي الآن تلعب لخليفة عيسى اللافي اللي قد يكون في الوقت المتبقي يعود محرق أم لا. عشر دقائق تفصلنا على نهاية اللقاء، عشر دقائق تفصلنا على نهاية هذه المباراة، وكرة الآن بتوصل منقولة محرقية تبعد إلى خارج الملعب إلى ركلة ركنية. هنا سفيان محروق نزل في شوط المباراة الثاني، ركلة ركنية محرقية ملعوبة تمر، لا تزال خطرة. خليفة عيسى اللافي
شروقي بيعلي تصطد حتى الآن. الشملان هل بالبدلال ينزلهم؟ هل يقدر يغير شيء فيما تبقى من شوط المباراة الثاني؟ الأهلي ما زال متقدم بهدف. نهاية رائع، نهاية جميل، نهاية جماهير كبير، سهرة رائعة هنا في الاستاد الوطني، وبحضور أيضا مميز. كرام بتوصل أهلاوية، ولي ولي ونكتون، هو الجول هو الجول هو الجول. الله، تحسب لك يا سيد محمد، تحسب لك يا سيد محمد جعفر. برافو برافو برافو، تحسب للسيد محمد جعفر، تحسب للسيد محمد جعفر. أنقذ مرماه من هدف محقق، أنقذ مرماه من هدف محقق. وبطاقة صفراء، بطاقة صفراء. هنا الشامسي، هنا الشامسي ينال بطاقة صفراء، الشامسي ينال بطاقة صفراء. هذا توه نازل، توه نازل يا الشامسي. شوف 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 ولي يقتل، شوف ولي شوف ولي شوف ولي شوف ولي وش سوى. لا لا، عمل العمال اليوم لكن ببراعة. كرة لا بتوصل عالية، كرة خارج الملعب. أمانة أمانة، اليوم نجمي اللقاء، نجمي اللقاء هم حراس المرمى، إبراهيم لطف الله حارس مرمى النادي الأهلي، والسيد محمد جعفر بخبرته حارس مرمى نادي المحرق. والله أنقذ مرمى من هدف محقق في الدقيقة شو هنا لعن الله، يعني خلاص خلاص من المفروض يكون جول، لكن أنقذها حارس المرمى السيد محمد جعفر في الدقيقة 80. في الدقيقة 80 نصل للدقيقة 82 شوط المباراة الثاني، والمحرق ما زال يدور له على ثغرة أو على تسديدة أو على كرة ثابتة لتسجيل التعادل. كرة بتوصل للمحرق، لا تزال حيام جهة اليمين، أحمد الشروقي البديل الناجح، هذا دائما تقف عليه البديل الناجح، شيلها علي إبراهيمة. نسيم الحيام، نسيم خليه في عيسى اللافي، الشروقي فاتح لجهة اليمين، الشروقي راح يعلي أو يمر، نقلها لخليفة عيسى اللافي لأحمد الشروقي. أحمد حاول أيضا تتخلص من أمام أحمد الشروقي، لا تزال لا تزال الكرة أهلاوية، مرت خارج الملعب، مرت خارج الملعب، وبالتالي رمية تمات بالسلامة لباقر عصفور أو لعباس عصفور. هنا يعني عادة الكرة مشتركة بينه وبين أحمد الشروقي. طبعا بالنسبة للنادي الأهلي فاز بالكأس 5 مرات 82 بقيادة المدرب المرحوم أيوب عدنان أيوب والكابتن جمعة بشير في موسم 87 بقيادة المدرب عدنان أيوب وكذلك الكابتن خضير عبد النبي في 91 المدرب جمعة بشير وعدنان إبراهيم والكابتن وحيد خلف في 2001 المدرب فهد مخرق فهد المخرق والكابتن عبد الرزاق محمد في 2003 الصربي زوران والكابتن علي صندور. آية الشملان، آية الشملان، خسرت النهائي مع مدينة عيسى، خسرت النهائي مع الحد، والآن حتى الآن حتى هالدقيقة أنت متأخر ومو خسران يا الشملان، أنت مو خسران إلى الآن، الآن أنت متأخر بهدف وباقي 7 دقائق وكرة ملعوبة عالية وتنحط تمر. الله 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 الله، راح حسين وجا حسين، راح حسين وجا حسين. الله، في المحرق قوة، في المحرق عزيمة، في المحرق إصرار، في المحرق انتصار وعودة إلى المباراة. الكل يتغير لكنهم لا يتغيرون، الكل يتبدل لكنهم لا يتبدلون. قلتها وكررها، شيخ الأندية له القدرة على العودة إلى المباراة. راح حسين وجا حسين، راح حسين وجا حسين. هذا امتداد لحسين بيليه، هذا امتداد لحسين عبد الكريم، هو امتداد لحسين علي بيليه. الله يا حسين، الله يا حسين، الله. حسين عبد الكريم هو من سجل التعادل، هو من سجل التعادل للمحرق في الدقيقة 40،
في الدقيقة الأربعين، التعادل 1-1، التعادل 1-1. الله دعا الأمهات في حق أولادهن لا يرد. اليوم الوالدة داعية لي، اليوم الوالدة داعية لي إن الله يكتب لي هذه المباراة أعلقها، ولي الشرف، والله لي الشرف أعلق نهاية كأس سيدي جلالة الملك، لي الشرف والله. وقلت لك المباراة فيها أكثر من هدف، ممكن المحرق يعود، وقلت من شوية الشملان ما خسر، الشملان متأخر، وسمعني حسين، راح حسين وجا حسين. الله التعادل 1-1، التعادل 1-1، وبالتالي هدف المحرق، هدف للأهلي في نهاية كبير، في نهاية جميل، في نهاية تمنيته من زمان، والله تمنيته من زمان يكون بصوتي، والله ما خيب أملي. كرة لها بتوصل من قولة للمحرق جهة اليمين وتوصل قريبة لمدافع النادي الأهلي. خطأ، خطأ لمصلحة النادي الأهلي. تعادل 1-1، التعادل 1-1، التعادل. محرق هدف، الأهلي هدف، والبديل الناجح حسين عبد الكريم نزل، وفي ثاني لمسة، وفي ثاني لمسة حط التعادل، حط التعادل في الدقيقة 80. ستة وثمانين دقيقة شوط المباراة الثاني، والتعادل، والتعادل الآن عادل. شوف، شوفوا يا جماعة، أنا قلتها في الشوط الأول وأعيد وأكررها، إذا الروح تعود إلى ملاعبنا مع قطبي كرة القدم البحرينية، الأهلي والمحرق، الأهلي لك ألف تحية، الأهلي وجماهير الأهلي ومحبي الأهلي لكم ألف تحية، المحرق لكم للقلب ألف تحية. وتركي، وتركي عذرني من شوية قلت خسرت أمام المدينة وخسرت أمام الحد النهائي، لكن انت مع شيخ الأندية، اطمئن. ليطمئن قلبي، ليطمئن قلبي. عموما جماهير الفريقين تشجع وتعازر. طبعا هنا، هنا عادة لفرحة حسين عبد الكريم البديل اللي انتقل من نادي مدينة عيسى لنادي المحرق. عافية 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 على الاختيار، عافية. الله يا ابو تركي، الله يا ابو سمرة، الله يا ابو سمرة، الله، الله يا ابو تركي. هنا الاهلي بيجري تبديل، الاهلي بيجري تبديلين، 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 دفعة واحدة نزل، روح منزل، رقم ثلاثة، رقم ثلاثة، رقم ثلاثة، سيد محمد أمين، سيد محمد أمين، وأيضا رقم 23 سيد قاسم. سامعين 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 الجماهير، سامعين الجماهير تهتف تشجع تعازر. لا لا، الجمهور اليوم ما راح يطلع من الملعب، الجمهور اليوم ما راح يطلع من الملعب، وممكن تكون فيها ريمونتادا للمحرق. حسين عبد الكريم ممكن يعدي ايضا يسجل الثاني ويدخل التاريخ من اوسع ابوابه، ممكن حسين عبد الكريم يسجل الثاني ويدخل التاريخ من اوسع ابوابه. من ما يحب التاريخ؟ من ما يحب التاريخ؟ وما من ما يحب انه يسجل اسمه في هذه المسابقة وفي هذا النهائي؟ والتعادل 1-1، التعادل 1-1، وكرة ملعوبة رأسية. الله، مرت من فوق المرمى، مرت من سفيان مهروق، مرت من فوق المرمى. شوفها الشروقي، هو علاها ورأسية، الله، كأنها داخل الجول، كأنها داخل الجول. الله 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 على لقاء المحرق والأهلي. أموت، أموت على لقاء المحرق والأهلي. من ما يموت في لقاء المحرق والأهلي؟ من ما يعشق الأهلي والمحرق؟ من ما يعشق الأهلي والمحرق والنسور؟ كرة بتوصل إبراهيمة، يرد لحارس مرمى إبراهيم لطف الله. تعادل 1-1، التعادل إبراهيم، علي إبراهيمة يقول جماهير ما أسمعكم تشجعون، ها خايفين، خايفين، خلكم، خلكم مع الصفارة الأخيرة كرة القدم حتى الرمق الأخير، حتى الرمق الأخير. و95 دقيقة، 90 دقيقة في الشوط الأول، 3 دقائق وحسبها حكم مباراة. في الشوط الثاني راح نشوف كم دقيقة راح يحتسبها حكم اللقاء. تعادل 1-1، 7 دقائق، 7 دقائق
وصفار خطأ لمصلحة النادي الأهلي وبطاقة صفراء أيضا. بطاقة صفراء. بطاقة صفراء. يبدو للكراني. يبدو لحسن الكراني. طبعا الكراني ما عنده بطاقة صفراء سابقة. فعلا بطاقة صفراء الكراني. تعادل واحد واحد. تعادل واحد واحد. في بعض الأحيان مباراة تمدد إلى شوطين إضافيين تكون مملة. لكن هذه ودك في هذا في مسرح المباراة في ميدان الملعب ودك هذه الأجواء ما تنتهي. ودك هذه الأجواء ما تخلص. وأنا فرحان حقيقة لأن الفريقين قدموا مباراة كبيرة. قدموا مباراة كبيرة. أنا أكبر سعادة عندي اليوم هذا الجمهور الكبير. ألف تحية. ألف تحية لجماهيرنا الكبيرة. خطأ لمصلحة النادي الأهلي. تعادل واحد واحد. سبع دقائق تحتسب كوقت بدل ضائع. سبع دقائق. حكم مباراة بيكلم لعيبة الفريقين. هدوا 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 الآن. الآن الآن الترقب الحذر في مثل هذه الكرات. هل يستطيع الأهلي ممكن يخطف هدف قاتل؟ عياد عياد يا ولد عياد العب يا ولد عياد العب. خلينا نستمتع بالمباراة. خلينا نعيش المباراة بحلاوتها بحلاوتها. كرة ملعوبة عالية رأسية لكنها تتخلص. في صفارة وفي خطأ. في صفارة وفي خطأ لمصلحة نادي المحرر. هذا عباس عياد. هنا الكرة الملعوبة عالية لتبقى النتيجة مشاهدي الكرام متابعي قناة البحرين الرياضية متابعين أينما كنتم. حكم مباراة أيضا بيشوف بطاقة صفراء للاعب النادي الأهلي اللي واضح معك على الشاشة. هذا البديل اللي نزل سيد قاسم لاعب رقم 23 سيد قاسم احمد علوي. شوف شوف حكم مباراة على طول اعطاه بطاقة صفراء. لكن خلينا نتابع خلينا نتابع الوقت المتبقي. الوقت بدل ضايع. راح تكون فيه ايضا متعة اكثر. راح تكون فيه مفاجأة قد تكون. ممكن فريق يخطف هدف وينهيها. ممكن فريق يخطف هدف وينهيها. وممكن مباراة تمدد الى شوطين اضافيين. تابع 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 تابع. فرصة محرقية فرصة محرقية فرصة محرقية. الله تجاه اليمين منقولة منقولة. شروقي يعليها جول. الله توصل خطرة تنحط. الله 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 الله. شالها وفي راية في راية في راية في راية في راية في راية في تسلل أبعدها أيضا حارس المرمى. أبعدها حارس المرمى. حقيقة المحرق والأهلي أيقونة النهايات. المحرق والأهلي أيقونة المباريات النهائية. فعلا لا جدال لا أحد يناقشني في هالموضوع. أكبر قاعدة جماهيرية هم المحرق والأهلي. أرجوك اسمعني ما في مع احترامي لكل نادي ما راح يصل لهذه المكانة. أكبر قاعدة جماهيرية هم المحرق والأهلي. وهنيئا لهم حقيقة هاللعيبة. هنيئا لهم هاللعيبة إذا عندهم في هالمدرجات هذه الجماهير تهتف بأساميهم شجعهم تعازرهم. وفي وين؟ في محفل كبير في مباراة كبيرة في نهائي مرتقب في نهائي. والله ما نمنا طول الليل ما نمنا طول الليل واحنا ننتظر هذا النهائي. إذا أنا معلق ما نمت في الليل شلون حالة اللاعبين؟ كل الآن بتوصل نصف ملعب المباراة. ولينكتون جهة اليمين منقولة محرقية لا نزال في الوقت بدل ضايع. شوط المباراة الثاني. كرة عالية تمر تتخلص توصل للأهلي مرتدة. قاسم سيد قاسم كرة معه ينقلها للبرازيلي. ولينكتون اعتماد الهجمات الأهلاوية للبرازيلي. ولينكتون بيمر تتخلص منه تتخلص تتخلص بتغطية مميزة من دون أي لمس للاعب لأن في المكان هذا خلاص راح تحتسب ركلة جزاء وبالتالي المدافع بكل تأني أبعدها أو شالها من ولينكتون. هذا سفيان مهروق وهذا عباس عياد وكلكم اليوم نجوم.
كلكم نجوم يا الأهلي، وكلكم نجوم يا المحرق. أمتعتون هذه الجماهير، أمتعتون الحضور، وأمتعتون أيضا طبعا من حضر ومن تابع هذا اللقاء. التعادل واحد واحد، التعادل واحد واحد. خليفة عيسى اللافي، كرة محرقية أمامية، توصل فراس، فراس خطرة، خطرة قصيرة على حساب كريم، توصل البناي، بناي بناي سدد لكنها مرت من فوق المرمى. هذا وتركي مدربنا الوطني، فخورين فخورين بمدرب بكل مدرب وطني. والمحرك بالمناسبة فاز بكأس الملك بمدربين برازيليين، بمدربين برازيليين. المحرك فاز بكأس الملك بمدربين اثنين برازيليين، آخرهم هو باكيتا، باكيتا وأولهم هو روبرتو، روبرتو في 97 وباكيتا في 2020 عندما فاز المحرك على الحين 1-0. هنا بتوصل أهلاوية، محاولة المرور تتخلص، توصل المحرك، شوف المحرك عازم على تسجيل هدف ثاني وانهاء الأمور. المحرك على عازم على تسجيل هدف ثاني وانهاء الأمور. فراس، فراس كرة معاه، بيحاول تبر خارج ملعب، رمية تمس. أوشكنا على انتهاء 7 دقائق لكن ما انتهت، حكم بالي طالع ساعته. رمية تماس أحمد الشروقي في تنفيذ رمية تماس المحرقية. تعادل واحد واحد، ملعوبة رأسية سعد الكريم، لا تزال خطرة، 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 تسديدة، حكم براء يقول ما فيها شيء. خطرة هذه توصل لحارس المرمى إبراهيم لطفة، أيضا بالسلامة، بالسلامة لفراس وبالسلامة لإبراهيم لطفة. وفي هذه اللحظة سيداتي أنساتي سادتي مشاهدي الكرام، حكم المباراة الدولي محمد خالد أطلق الصفارة لنهاية شوط المباراة الثاني وليس نهاية المباراة. هناك أحداث وهناك شوطين إضافيين وهناك متعة قادمة راح تتابعها من خلال الشوطين الإضافيين. طبعاً الآن راح نتابع مع مخرج المباراة الهدف الأول للنادي الأهلي ولي نكتور في الشوط الأول في الدقيقة 7، ومن بعدها راح نتابع هدف حسين عبد الكريم في الدقيقة 85. شكرا شكرا للزملاء، شكرا لاستاذ محمد عبد الغفار، لحسين مشيمع، لرينجو محمد عبد الرحمن. عودة بكم ايها السيدات والسادة من خلال الاشواط الاضافية في نهائي كبير، نهائي كأس سيدي جلالة الملك المعظم في نسخة رقم 47 لهذا الموسم 2023-2024. الكل كان يمني النفس أن يكون نهائي كأس الملك بين المحرق والأهلي، بين المحرق والنسور، وفعلا ما خيب الله، ما خيب آمال جماهيرنا، وعطاهم حلاوة، وعطاهم مباراة كبيرة، وعطاهم نهائي جميل، نهائي حقيقة يشار له بالبنان في لقاء الفريقين الكبيرين المحرق والأهلي. وكرة بتوصل الآن من خلال الشوط الإضافي، الشوط الإضافي الأول واضح المحرك في الجهة اليمنى والأهلي في الجهة اليسرى، وكرة توصل تنخلص. أنا توقعت أن المباراة فيها أكثر من هدف، وفعلا الله ما خيب ظني. كران بتوصل حسين عبد الكريم، الشروقي، الشروقي خطرة لكنها تخلص. شوف مع نزول حسين عبد الكريم ومع نزول الشروقي حقيقة، ومع نزول سفيان محروق عملوا يعني ملحمة كبيرة في شوط المباراة الثاني. كرة بتوصل أهلاوية، محاولة تسديدة، جول، الله، مرت يا فرناندو سانتوس، مرت من أمام المرمى. اللي سددها منه، اللي سددها منه، هذا جونيور. خارج الملعب ركلة مرمى. شوط الإضافي الأول، تعادل واحد واحد، أكثر من نهائي مدد إلى الأشواط الإضافية، أكثر
اكثر من نهائي مدد الى الاشواط الاضافيه. ايضا لو تابعت نسخه الموسم الماضي انتهت بالركلات الترجيحيه بعد تعادل حاله مع الاهلي 0-0 بقياده الحكم محمد بنفور، بينما المونديالي ادار خالدي والشرقي في النسخه رقم 45 وبنفور في النسخه رقم 46. وكره الان بتوصل منقوله محرقيه محاوله ولكن ايضا تتغطى وتتحول الان لمصلحه جوفاني لمصلحه النادي الاهلي اللي بيحاول ايضا هو الاخر ان يخطف هدف. هذا وليد القروي وهذا عيسى خليفه عيسى اللافي اللي لعب مع الرفاع الشرقي ولعب مع المنامه وحاليا مع المحرق. اهلاويه محاوله للاهلي على مشارف منطقه جزاء بالخطا توصل لوليد القروي تحول الان محرقيه محرق هجمه الان اماميه حلوه فراس بحاول يمر خطره هذه ممكن هيها لاقرب لاعب لا تزال لفراس شواط عاليه تمر خطره الله ارتدت من يعني رجعها للمدافع لحارس المرمى وكاد الكراني يضع فيها لمسه ولكن ابعدت الى خارج يلعب ركله ركنيه. المحرق افضل 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 هنا شوف 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 يعني في احد يرد كوره في هالوقت بهالصوره هذه؟ في احد يرد كوره في هالوقت بالصوره هذه يا لاعب النادي الاهلي يا السيد محمد امين؟ عموما مرت خارج الملعب ركله ركنيه للمحرق التعادل. فرناندو سانتوس اول ظهور لك في الملاعب البحرينيه واول مره تصل واول مره توصل مع الاهلي ل المباراة النهائية. انت قد على فكرة الحق يقال هذا المدرب البرتغالي فرناندو سانتوس عمل يعني تغيير في مستوى النادي الاهلي في دوري ناصر بن حمد. يعني انت حقيقة مر بظروف الاهلي في الجولة الأولى والثانية والثالثة ومنذ الجولة الرابعة إلى وصولنا للمباراة اليوم يعني قاد الأهلي باقتدار هذا المدرب فرناندو سانتوس وجماهير الاهلي تطالب الاداره بتجديد العقد مع فرناندو سانتوس. الخلاصي يستعد عبد الله الخلاصي يستعد وايضا حسن محمد وهذا خليفه عيسى اللافي هذا الخلاصي عبد الله الخلاصي حقيقة يعني الشيء اللي يحسب خلينا نتابع التبديل اولا شوف الخلاصي راح ينزل مكان من؟ مكان 31 فراس شواط هذا حسن محمد مكان فراس شواط اللي خلينا نشوف هنا ايضا ال 14 هنا الخلاصي طلع فراس في ركله ركنيه هذا عبد الله الخلاصي تلعب الركله الركنيه للمحرك ملعوبه توصل في الحارس المرمى طبعا الخلاصي يحسب له بانه طبعا سجل هدف يعني عزيز جدا في دور النهائي في مرمى الرفاع عبد الله الخلاصي اذا كان الاطراء والثناء للمدرب البرتغالي فرناندو سانتوس فايضا الثناء والاطراء لبوتركي محمد الشملان على قيادته للعديد من الأندية البحرينية. أوه هذا المدرب ما خلى أحد مدربه درب المنامة درب الحيد درب الشرقي درب المالشية درب الرفاع درب البسيتين والآن هو مع من؟ مع شيخ الأندية ويقول قالها أنا خسرت النهائي مع مدينة عيسى خسرت أمام الأهلي وخسرت مع الحيد النهائي لكن أطمح
أطمح بالفوز بالكأس، بكأس الملك لأول مرة، لأول مرة. أبو تركي يستاهل، الأهلي يستاهل، المحرق يستاهل، كل لاعب بدل بذل جهد داخل ملعب المباراة يستاهل. كرة الآن بتوصل، محرقية خطرة عالية رأسية خطرة وسمرة. هذا اللاعب أيضا يحسب له بألف حساب، هذا البديل حسن محمد، حسن محمد أبو سمرة. أيضا متابعة حسين عبد الكريم، لتبقى النتيجة مشاهدي الكرام هي التعادل 1-1. هدف الأهلي في الشوط الأول في الدقيقة 7، هدف المحرك في الدقيقة 85 شوط المباراة الثاني. توصل الأهلي، لو لاحظت الآن بالنسبة للاستحواذ، في هناك استحواذ نسبة يعني بالنسبة للمحرك، في خطأ لمصلحة الأهلي على عبد الله الخلاصي ولمصلحة هذا اللاعب صاحب هدف مباراة، صاحب هدف الأهلي البرازيلي ولي نكتور. أيضا المحرك مر عليهم مدرب، هو المدرب مدرب ألماني جاسبرت في نهاية كأس الملك، مدرب ألماني أيضا درب المحرك ولعب عالية للأهلي. حاول الآن تتخلص، خلصها على طول لاعب محرك. أيضا في خطأ على اللاعب حسن محمد ويحتسب بالتالي خطأ لمصلحة النادي الأهلي. خطأ لمصلحة النادي الأهلي، التعادل 1-1. ثاني نهائي خسر المحرق كان في النسخة رقم 40 أمام المنامة، خسر 2-1، كان المدرب الألماني جاسبيرت. أمامية عالية خطرة الأهلي خارج الملعب وبالتالي ركلة مرمى. الله يساعد المدربين حقيقة، الله يساعدك يا الشملان والله يساعدك يا سانتوس. كرة أمامية عند إبراهيم لطف الله، بس حقيقة الحق يقال بأن حارسي الفريقين لطف الله وسيد محمد جعفر قدموا مباراة تاريخية، قدموا مباراة كبيرة. هذا الشيء اللي يجب ان احنا ما نهضم حق الاثنين، واثنينهم دوليين واثنينهم مع منتخبنا، وبالمناسبة مدربنا دراغان القادم لتدريب منتخبنا اختار اكثر من لاعب المحرق، سيد محمد جعفر، وليد الحيام، البناء، الكراني، المالود، الخلاصي، الشروقي، وحسين عبد الكريم. كره بتوصل امامي الاهلي، محاوله تمر خارج الملعب وركله مرمى لمصلحه نادي المحرق. هذا السيد مهدي شرف، هذا اللاعب متخصص في تسجيل الاهداف الحاسمه، وايضا اللاعب لاعب المحرق حسن وحسين عبد الكريم، كذلك حسن محمد رقم 14 وحسين عبد الكريم رقم 18. تعادل 1-1 في نهاية اغلى الكؤوس كاس جلاله الملك في النسخه رقم 47. كره اماميه ايضا في راي مرفوعه وفي تسلل، ركله حره غير مباشره الى الان. لو تلاحظ ما في احد من الجمهور تحرك من مكانه، وكان القدر اليوم كتب لنا ان المباراه تمدد الى شوطين اضافيين. ليش؟ لان من زمان ما صار نهائي بين المحرق والاهلي، من زمان اخر نهائي جمعهم متى اخر نهائي جمعهم؟ اذا ترجع الى ارشيف البطوله 2003 كان بتوصل للمحرق، خطره حسن محمد سلمان، ما احسن استغلال الكره هذه لتصبح الان ايضا محرقيه.
سفيان محروق وفي خطأ لمصلحة نادي المحرر. يقولون والجول فنون، يقولون جماهير الأهلي بأن الثالثة ثابتة، هذا طبعا على قولة جماهير الأهلي، يقولون إن الثالثة ثابتة. هم وصلوا في النسخة 44 خسروا من الرفاع، ووصلوا في الموسم الماضي مع الحالة في النسخة 46 وخسروا، بس قالوا الثالثة ثابتة، معناته شنو؟ يشيرون إلى أن هذا النهائي راح يكون من نصيبهم، هاي جمهور الأهلي. لكن جمهور المحرك وش يقول؟ يقول غبنا، ابتعدنا سنين عن التتويج، وراح نعود بكل قوة. وفعلا هذا ما يؤكد الفريقين من خلال مجريات هذا اللقاء. كرة القروي يلعبها عالية تمر داخل منطقة الجزاء، وفي راي مرفوعة، وفي خطأ لمصلحة النادي الأهلي. والله إن شاء الله ما ودنا نهضم حق أحد، لا من إداريين ولا مدربين ولا لاعبين، لكن المباراة في بعض الأحيان ما تعطي المعلق أي فرصة للإدلاء بأي شيء. وفي بعض الجماهير اللي الله طبعا دائما يقولون المعلق وايد يسرد معلومات، والله انا اللي كنت اليوم متحفظ جدا ان ما اجيب معلومه الا لما حصل لي فرصه، او مثل نقول بالعاميه فتشه. كره ملعوبه اماميه، ابراهيم لطف الله بس ملعب المباراه، توصل حسن محمد اماميه جهه وليد وسفيان محروق، عباس عيان ضغط المحرك، مرت من امام حسين عبد الكريم. هل المباراه تحسم في الشوطين الاضافيين ام هناك طبعا او تمدد الى الركلات الترجيحيه؟ طبعا الدقيقه الاخيره الربع ساعه الاولى الشوط الاضافي الاول اوشك على النهايه، وحتى الان التعادل ما زال مستمر. في حذر، لكن انا وفي هجمات مرتده، مره اهلاويه، مره محرقيه، لكن حتى الان يبدو ان الهجمات المحرقيه هي الاخطر، لكن في ايضا سيطره اهلاويه في الكرات هذه، تنقل جهه اليمين البرازيلي ولي كره معه، مر ها صفاره وخطا، صفاره خطير، ولي نكتر خطير، وش نسوي معاه؟ لا وش يسوي معاه اللاعب المحرقي؟ قال ما يفيد معاه الا هنا، شوف سفيان دش عليه بكل قوه، وبالتالي خطا لمصلحه النادي الاهلي. الف تحيه لجماهيرنا الاهلاويه، والف تحيه لجماهيرنا المحرقيه اللي اتحفتنا بهذا الحضور. يستاهل النهائي يكون بهذا المنظر الرائع. والله لو انت متواجد في الملعب شعر جسمك يوقف حقيقة، يعني شيء مفرح. من زمان ما شاهدنا هذا المنظر. ان شاء الله يعود المحرق، وان شاء الله يعود الاهلي. وانا تكلمت في المباراة، وجهت رسالة الى مجلس ادارة الناديين، يا جماعة اهتموا بهذين الناديين الكبيرين، مو معقول الاهلي يلعب في الممتاز ويعود الى درجه ثانيه، هل يعقل؟ لا ما يعقل، لكن في هذا الموسم لا، الاهلي بمستويات كبيره، بمستوى حلو، بمستوى رائع، بل وتوج هذا المستوى بالوصول الى النهائي. كذلك المحرق غاب عن تحقيق بطوله الدوري لست مواسم، وغاب عن كاس الملك، اخر لقب كان في موسم 2019 2020، وبالتالي الآن عادوا الاثنين إلى موقعهم الطبيعي، عادوا الفريقين المحرق والأهلي إلى وضعهم الطبيعي. شوف ما يحلى النهائي إلا بلون أصفر وأحمر، ما يحلى النهائي إلا بالمحرق والأهلي، ما يحلى النهائي إلا بالمحرق والنسور، مع الاحترام الكبير لكل نادي بحريني، الرفاع، الشرقي، المنامة، الخالدية، سترة، الحالة، الحد، البداية، كلهم إن كلهم كل محبة وتقدير، لكن هذا الواقع وهذا اللي شاهد أمام مرآنا.
والآن في خطأ لمصلحة النادي الأهلي في مكان جيد وفي مكان خطر. التعادل 1-1. الشوط الإضافي الأول ملعوبة عالية تبعد على سيد قاسم لتصبح الآن مرتدة محرقية. خطرة 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 ريمونتادا 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 خطرة خطرة مرت خارج الملعب مرت خارج الملعب وركلة مرمى. حكم مباراة يطمئن على حارس المرمى لطف الله. وفي هذه اللحظة حكم اللقاء يطلق الصفار وينهي الشوط الإضافي الأول والتعادل 1-1. حقيقة أيضا الشيء الملفت بأن حكم اللقاء الحكم الدولي محمد خالد رغم أنه يدير أول نهائي في تاريخ طبعا في تاريخ المسابقة يقول لي يا أبو محمود هل تتوقع بأن المباراة راح تحسم في الشوط الإضافي الثاني؟ أنا هني أتحفظ. مو كل مرة تسلم الجرة. كرة بتوصل تعادل 1-1. التعادل 1-1. علي إبراهيمي جوناس الأسباني جوناس طويلة البناي حاول يبعدها لكن قريب اللاعب نادي الأهلي توصل لسفيان محروق أو هذا القروي اللعبة طويلة الخلاصي الخلاصي طالت 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 على عبد الله الخلاصي ومرت خارج الملعب أو هنا أيضا متابعة طبعا سفيان محروق هو الملعوبة من عبد الله الخلاصي ملعوبة من الخلاصي لسفيان محروق مرت خارج الملعب. هنا حارس المرمى إبراهيم لطف الله نصل الآن إلى 106 دقائق شوط إضافي الثاني مباراة مقامة تحت رعاية جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم وبحضور أيضا راح نتابع كرة هذه المحرقية حرق بيحاول يخطف هدف. شوف المحرق ما يبي ركلات ترجيحية يبي يخلص المباراة في الشوط الإضافي الثاني. كرة بتوصل خلاص يلعبها عرضية جول الله حسين عبد الكريم انت موعود له اليوم حسين انت موعود له اليوم كرة لعبها رأسية مرت. شوف 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 حسين الله الله يا الخلاصي والله يا حسين عبد الكريم لا 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 لا, لا. هذا اللاعب راح يكون شأن راح يكون له شأن كبير مع شيخ الأندية إن شاء الله راح نشوفه مع منتخبنا الوطني أيضا. كرة بتوصل جهة أحمد الشروقي تبعد إلى خارج الملعب كل بحريني فخور اليوم بمتابعة لهذه المباراة ولهذا اللقاء الكبير. الله بحريني بمجادي بعزومي ومالي بحريني بعشقي وبنخوة أفعالي يفخر بي الماضي يزهر بي الحاضر لأجل الوطن أهدي كل عمري وعيالي بحريني والطيبة مزروعة في إحساسي في ديرتي أفخر ودوم مرتفع راسي طول العمر أقسمت إني أعمرها بالعز والعليا ما يثنيني باسي. الله يسلم يسلم سانك أبو محمود. كلها بتوصل خطرة أهلاوية محاولة محاولة الآن للأهلي تسديدة توصل بين حارس المرمى السيد محمد جعفر توصل أهلاوية خطرة جات اليسار تلعب عالية من خارج الملعب وركلة مرمى. إذا كان 10 أندية فازت بكأس جلالة الملك فهناك 6 أندية لم يحالف الحظ بالفوز بكأس الملك. نادي البحرين ما فاز بكأس الملك. القادسية خسر، المالكية خسر، البديع خسر، مدينة عيسى خسر، ونادي البسيتين صور البسيتين
وصل إلى المباراة النهائية 5 مرات وما فاز. توصل الأهلي جهة اليمين، أمامية، محاولة الآن للأهلي اللي بيعتمد أيضا على المرتدات على هذا اللاعب الخطير. أوه، إذا الكاس يا للأهلي راح يكون على طريق البرازيلي وليلكتون. إذا الأهلي فاز بكاس الملك راح يكون الفضل كبير لحارس المرمى وللبرازيلي وليلكتون. برافو برافو حكم اللقاء، برافو برافو حكم اللقاء، ما عنده يعني العصبية ولا عنده نرفزة، ما أخذ المباراة ولا كانها مباراة نهاية، وهذا المفروض يكون الثقة بالنفس، وكل ما كان الإنسان عنده ثقة بنفسه وصل للهدف المنشود. وإن شاء الله كل التوفيق لحكم المباراة الدولي محمد خالد. خطأ لمصلحة النادي الأهلي، كرة ملعوبة عالية خطرة تمر، شيلها مدافع المحرك، أثر أيضا خروج فراس شواط، أثر خروج فراس شواط، لكن لعله وعسى نزول حسين عبد الكريم وأيضا حسن محمد يكون لهم دور كبير فيما تبقى من الشوط الإضافي الثاني. تعادل 1-1، تعادل 1-1. إحساسي إلى الآن ما قال لي إن في هدف قادم، إحساسي إلى الآن ما قال لي في هدف قادم، لكن أنا قلت ما راح تتعرف دائما دائما. طبعا واضح المنصة الرئيسية باستاد البحرين الوطني بحضور الفريق الركن سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب الرياضة. كرة بتوصل خطرة، جول 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 جول. هاي فراس، هاي سفيان، هاي سفيان، هاي سفيان مهروب مسكين يا أبو تركي، يبي يفرح يبي يفرح أبو تركي. شوف 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 حسين عبد الكريم صراحة ميد إن حسين عبد الكريم، لكن أطاح بالكرة سفيان، سفيان هذا سفيان، هذا سفيان، والله حالاتك مع حالاتك يسجل جول، والله حالاتك مع حالاتك يا سفيان يسجل جول. كرة بتوصل البناء يبعدها، الشوط الإضافي الثاني، التعادل 1-1. خارج الملعب ربيع التماس، محاولة الآن للمحرك، من راح ينهي المباراة؟ واضح 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 الخطأ، لكن حكم المباراة يعني حقيقة يعني شيء ملفت الحكم انه يتعامل مع المباراة بروحه قوية. كرة لما توصل محرقية، حرك حرك، هاجم هاجم هاجم، خطأ 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 خطأ، في مكان خطر، في مكان خطر، في مكان خطر، في مكان خطر للمحرك. عباس عياد الكابتن، الكابتن بطاقة صفراء لعياد، بطاقة صفراء لعباس عياد. لاعبين الأهلي عباس عياد، عباس عياد وجوفاني والشامسي، باسم المحرك الكراني والبناي وليد قروي. شوف 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 مرور سفيان، هذا الخطأ حط بالك عليه، هذه الكرة حط بالك عليها، هذه الكرة حط بالك عليها، راح تكون خطرة وراح تكون يعني من الكرات، من الكرات اللي الآن كل الأنظار على هذا الموقع وبالذات على هذه الكرة. التعادل 1-1، ركلة حرة مباشرة، لا 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 لا، شوف شوف الحارس، حارس إبراهيم تفضل، شفته بالصورة من شوية، في الآن ركلة حرة مباشرة، لاحظ 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 لاحظ،
ممنوع ممنوع له مثل هذه الامور. عموما الركله حره، ركله حره. راح نشوف حكم المباراه، راح نشوف حكم المباراه. بيكلم جمهور المحرق. لا 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 لا، ممنوع ممنوع مثل هذه الامور يا جماعه. احنا المباراه ماشيه من احسن ما يكون يا جماهيرنا الحبيبه، نشيد فيكم وبعطاكم وبحضوركم وبالمؤازره، لكن مثل هذه الامور مرفوضه. مو مرفوضه في البحرين وبس، مرفوضه دوليا، ما يصير ما يصير. وبالتالي الان في 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 ركله حره مباشره، في ركله حره مباشره لمصلحه نادي المحرق. احمد الشروقي ووليد الحيام، من راح يخلصها؟ الشوط الاضافي لنصل الدقيقه 115 115، والتعادل 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 1-1. تلعب تلعب شروقي يلعبها، الله، ابعد حارس المرمى، لطف الله الى خارج ملعب ركله ركنيه. نجم نجم في مرماه، نجم في مرماه ابراهيم لطف الله. شوف رغم صعوبتها لكن ابعدها الى ركله ركنيه، وهنا احمد الشروقي في تنفيذ الركله الركنيه المحرقيه. التعادل 1-1، كره ملعوبه تخلص. مستوى كبير هذا اللاعب، مستواه كبير هذا اللاعب. طلع طلع ولي نكتون، احد يطلع هذا اللاعب؟ ممكن مصاب، ممكن مصاب فعلا 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 فعلا، مصاب مصاب. عذروه 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 البرازيلي، انحرمنا من لبساتك، انحرمنا من عطائك، انحرمنا من مستواك يا ولي. ولي طلع ولي ونزل مكانه السيد باقر حسن محفوظ هاشم. مئة وستة عشر دقيقة الشوط الإضافي، الشوط الإضافي الثاني، التعادل ما زال مستمر. نسيم أمامية، القروي يلعبها أمامية قريبة لحارس المرمى إبراهيم لطف الله. هل التاريخ يعيد نفسه؟ هل الأهلي يلعب لثاني مرة على التوالي للركلات الترجيحية؟ النسخة الماضية الأهلي لعب مع الحالة وخسر 6-5 بعد التعادل 0-0، بينما في هذا الموسم التعادل 1-1، تعادل إيجابي. لكن هل التاريخ يعيد نفسه بأن يكون نهائي الموسم الماضي يتكرر في هذا الموسم وتنتهي المباراة بالركلات الترجيحية؟ أنا ما أقدر أدلي في مثل هذه اللحظة، لأن لحظات راح تكون صعبة، ممكن الأهلي يخطف هدف وممكن المحرق يخطف هدف. أنا أعشق المحرق وأنا أعشق الأهلي، حبي للمحرق وحبي للأهلي ما في مقارنة، الاثنين سواء، كلها بتوصل. خلص توصل الأهلي، تسديدة وين؟ مرت خارج الملعب. جوفاني، فرناندو، سيد محمد جعفر، أبدعت في مرماك اليوم وأبدع لطف الله في مرماه، وحقيقة في نجوم برزو، في نجوم برزو في مباراة اليوم، في نهائي اليوم، في العرس الكروي، في العرس الملكي، في هذه المباراة النهائية في النسخة رقم 47، كأس جلالة الملك المعظم، يحفظه الله ويرعاه. كرة بتوصل تمر خارج الملعب. حقيقة يعني الكل، كل مواطن، كل مقيم حقيقة سعيد جدا بمرور 25 عام على تولي الملك المعظم وقائد الحكم في وطننا الغالي، في وطننا الكبير. حكمة اقتدار أب لنا جميعا حقيقة، سيدي صاحب الجلال الملك المعظم. نسيم هنيد أمامية، خلصها علي إبراهيم، توصل نصف ملعب المباراة، أيضا في خطأ على نسيم ولمصلحة النادي الأهلي. لا نزال في الشوط الإضافي إلى الثاني، نصل لدقيقة 119، تعادل 1-1. لا اليوم
جمهورنا حصل على سهرة حلوة. الكل الآن متواجد في الملعب ما تحرك من مكانه. يقول لك يمكن الأهلي يخطف هدف، يمكن المحرق يسجل هدف، أو إحنا نروح إلى الركلات الترجيحية. خطأ لمصلحة النادي الأهلي. علي إبراهيمة جهة اليمين توصل، محاولة أهلاوية جهة اليمين خلص. أمامية تحول الأهلي، تتحول الأهلي، تمر خارج الملعب وركلة مرمى، ركلة مرمى خلاص. أصور مدرب الفريقين استنفذوا كل طاقاتهم، كل ما عندهم، الشملان، فرناندو، البدلاء، التوجيهات، الخطة، بعد أي خطة بعد؟ إيش بقى؟ إيش بقى؟ ما بقى كثر ما مضى، ما بقى كثر ما مضى. كرة بتوصل، راح نشوف الوقت، دقيقة واحدة، دقيقة واحدة تحتسب كوافل ضايع، والأهلي هاجم، الأهلي هاجم، فرصة قائمة، خطرة أهلاوية، خطرة هذه، لكن تتخلص. توصل المحرقية، تعادل 1-1. أمامية حسين عبد الكريم، حسن محمد، الشروقي، 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 مر 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 مر، خطرة خطرة، آه. توصل بين حارس المرمى إبراهيم كف الله. يبدو بأن المباراة في طريقها إلى الركلات الترجيحية. طالع يناظر الساعة، وليش مستعجل؟ ما حد معاه خله ويناظر الساعة. اي والله زمان. راح يصفر، راح يصفر، راح يصفر، راح يصفر، خلاص خلاص خلاص. فعلا حكم مباراة، الحكم الدولي محمد خالد يطلق الصفارة، ونهاية الشوط الإضافي الثاني، والتحكم الآن إلى الركلات الترجيحية. شكرا 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 أستاذي محمد غفار، شكرا لحسين شامع، شكرا للكابتن الكبير محمد عبد الرحمن. فعلا هذا النهائي السادس اللي يجمع الفريقين، أول مرة التقوا الفريقين، أول مرة، أول نهائي جمع الفريقين المحرق والأهلي كان على استاد مدينة خليفة الرياضية في موسم 79، يوم المحرق فاز بهدف، وكذلك الفريقين التقوا في نهاية 90، يوم فاز المحرق 1-0 على هذا الملعب، وأيضا في موسم 93 التقوا في النهائي فاز المحرق 2-1 على هذا الملعب، وفي موسم 2002 المحرق فاز على الأهلي بالركلات الترجيحية 4-2 على هذا الملعب، ولكن آخر لقاء جمع الفريقين في 2003 يومها الأهلي ألحق الهزيمة الأولى التاريخية على المحرق في النهائي بعد ما فاز عليه 2-1 على هذا الملعب. إذن الاستاد الوطني يشهد، يشهد لهالفريقين، يشهد لإثارتهم، تاريخهم، عراقتهم، مكانتهم، إنجازاتهم، بطولاتهم، وبالتالي إحنا اليوم أيضاً ما زلنا نعيش هذه الأجواء، ما زلنا نعيش هذه الأجواء في هذه الأيام الجميلة، في هذا الجو الجميل، في هذه الأجواء الرائعة هنا في استاد البحرين الوطني. راح الآن نتجه إلى الركلات الترجيحية، هي الفيصل، هي الفيصل. شكراً لحكم اللقاء حقيقة، شكرا لحكم اللقاء محمد خالد، شكرا للطاقم ككل، حكم اللقاء الدولي محمد خالد، مساعد الأول محمد جعفر، مساعد الثاني عبد الله صالح، شكرا لمراقب المباراة وليد عصام، شكرا للمنسق العام مبارك الحايكي، مقيم الحكام صلاح العباسي، والآن راح نتابع الركلات الترجيحية. المحرق ثاني مرة يلعب مع الأهلي في الركلات الترجيحية، بعد أي نسخة؟ بعد نسخة 25 2001 2002. الآن من راح يلعب أول ركلة؟ من راح يلعب أول ركلة؟ خلينا نتعرف من راح يبدأ. الكل 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 عينه على المرمى اللي على يسار، اللي على يمين المنصة. يكلمهم يا أخوان، أنتوا اثنين في المنتخب واثنين حلوين واثنين قدمتوا مباراة كبيرة، يقول لهم أحرجتوني بمستواكم، صدق
يقول لهم حرجتوني بمستواكم، ما قصرتون ما قصرتون، بس عاد ختموها ختموها معي فرقة ترجيحية واسمعوا كلامي. قالوا إن شاء الله. الله 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 على الحب الكبير، الله على الحب الكبير. أتمنى شو اسمه، أتمنى ضمك بالقلب، ما عوفك ولا ساعة، بس وحظنا وهالعمر كل شهواية وجاعة، تدري أنت بأول فرقتك عيني بقد دماعة. الله 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 الله. راح نتابع الركلات الترجيحية، راح نتابع الركلات الترجيحية. من راح يبدأ؟ المحرك أحمد الشروقي، أحمد الشروقي، أحمد الشروقي. بالمناسبة بالمناسبة ترى أول ركلة، أول ركلة هي اللي تأثر، خاصة لما تضيع، خاصة لما تضيع. تعادل 1-1 طبعا نتيجة في الشوطين الأصلي في الوقت الأصلي والإضافي، تعادل 1-1 إلى الركلة الترجيحية. أحمد الشروقي الله يساعدك يا أحمد. شوف 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 إبراهيم لطف الله، احنا مكلمينك من شوية قايل لك خلاص حكم صفر، الحين شلون؟ يقول ان الجمهور ما زال يستخدم اللايزر. خلينا نشوف خلينا نشوف خلينا نشوف خلينا نشوف. يعني احنا تكلمنا من شويه المباراه ناجحه بكل ما تحمل الكلمه من معنى، من خلال النقل التلفزيوني، من خلال الحضور الجماهيري، من خلال مستوى التحكيم، من خلال مستوى الفريقين. خلونا نختمها على خير، خلوا الحارس في حاله. لا 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 واضحه واضحه، حتى 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 الولد اللي ورا الحارس بغت تروح عيونه. عموما راح نتابع الان الركله، الركلات الترجيحيه، الركلات الترجيحيه الاولى. احمد الشروقي، احمد الشروقي، احمد الشروقي، الركله الاولى لمحرقيه، يسجلها ولا يضيعها؟ احمد الشروقي تنحط، شالها شالها لطف الله، شالها يا شالها شالها شالها، صدها صدها كبير كبير يا لطف الله. ضاعت 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 الركلة الأولى، ضاعت الركلة الأولى، ضاعت عليك يا الشروقي، ضاعت عليك يا الشروقي. يا فرحة جماهير الأهلي بإضاعة الشروقي. لا لا، هم يشيلون بالحارس، هي صدق مو بس ضاعت، انت لازم تشيل بمن؟ بحارس المرمى ابراهيم لطف الله، هو اللي ابعدها، مو اللاعب اللي ضيعها ودها فوق ولا في القائم، لا، الاشاده لحارس المرمى اللي حقيقه اليوم الحراس اثنينهم ابدعوا ابدعوا. الان عباس عيال، عباس 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 ابو فاضل، عباس عيال ابو فاضل، يحطها ولا يضيعها ابو فاضل؟ عباس يلعبها جول، اول ركله حطها، يقول بكل ثقه، يقول بكل ثقه حطها عباس عياد، حطها عباس عياد. المحرك ضيع، الله 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 على هذا المنظر، ان شاء الله بيعود بيعود بيعود. احنا بخير، وكره القدم البحرينيه بخير، ومسابقاتنا بخير، وقيادتنا الحكيمة اللي تعطي أولويتها للرياضة وبخير. صدقوني راح تعيشون هذه الأجواء مرة أخرى. راح نتابع منو منو، سفيان 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 سفيان، مهروب سفيان سفيان، يلعبها ضاعت 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 سفيان، ضاعت من سفيان مهروب. لا لا، أنت مو حارس طبيعي، انت مو طبيعي يا لطف الله، انت مو طبيعي يا لطف الله. وش وش ماكل؟ وش شارب؟ وين سهران؟ الله لا 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 يا لطف الله، لا، ضاع السنتين، ضاع السنتين، ضاع السنتين. وبالتالي الان الاهلي سجل، سجل وحده، محرك ضيع سنتين، شروقي وسفيان. من راح يتقدم الان؟ عطنا عطنا اللاعب، خلينا نتعرف على رقمه، خلينا نتعرف من اللاعب، من اللاعب هذا، من اللاعب اللي راح يسدد، راح يسدد. هذا الشامسي، 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 محمد الشامسي، محمد الشامسي، محمد الشامسي، محمد الشامسي، محمد الشامسي، يتقدم لتنفيذ الركلة الثانية الأهلاوية. يلعبها جول جول جول، الشامسي سجلها،
اثنين للاهلي، اثنين للاهلي، ركلتين، ركلتين للاهلي. شامسي، شامسي محمد الشامسي، محمد احمد الشامسي. الان الاهلي سجل ثنتين، المحرك ضيع ثنتين، راح نشاهد الثالثه. منو الثالثه؟ منو منو؟ عطنا عطنا، خلينا نشوف، خلينا نشوف، خلينا نشوف اللاعب اللي راح يسجل، خلينا نشوف اللاعب اللي راح يسجل. ها آه. وليد القروي، وليد القروي، وليد اذا ضاعت اتصور خلاص. وليد يلعبها، جول، جول وليد القروي. اصبحت نتيجه الان 2 للاهلي، 1 للمحرك. الان الثالثه للاهلي، منو؟ خلينا نشوف اللاعب، عطنا اللاعب اللي راح يسدد الركله الثالثه، الركله الترجيحيه الثالثه. حظوظ الاهلي حتى الان جيوفاني، جيوفاني، جيوفاني البرازيلي، البرازيلي ما يضيعون، البرازيلي ما يضيعون. جيوفاني، 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 جول، جول، جول. ثلاثه، ثلاثه. الان الرابعه، الرابعه منو؟ خلاص يعني اقترب الاهلي بنسبه كبيره. جيوفاني هو من حط الركله الثالثه، ما ضيع الاهلي. عباس عياد، الشامسي، جيوفاني، الان وليد حيان، وليد الحيان. اذا ضاعت خلاص، اذا ضاعت خلاص. اقترب الاهلي من التتويج، اقترب الاهلي من التتويج. وليد الحياء، وليد الحياء يلعبها، جول، سجلها وليد. 3-2. خلاص 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 خلاص. الان منو؟ من راح يتقدم؟ من راح يتقدم؟ من راح يتقدم؟ قوية قوية، وضحها قوية، وضحها وليد الحياء وقال لك يلا يا تصيب يا تخيب. اقترب الاهلي من التتويج، اقترب الاهلي من التتويج. لاعب رقم 23 السيد قاسم، السيد قاسم، سيد قاسم، رقم 23 السيد قاسم احمد. الرابعه، الاهلي ما ضيع، الاهلي ما ضيع. خلاص 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 خلاص. الاهلي بطل كاس الملك، الاهلاويه ابطال كاس الملك، الاهلاويه ابطال كاس جلاله الملك في النسخه رقم 47. مبروك للاهلي، مبروك للاهلي. جنون، جنون، سميها جنون. الاهلي بطل كاس جلاله الملك، الاهلي بطل كاس جلالة الملك. الف الف مبروك للأهلاوية، الف مبروك للنادي الاهلي. اللقب السادس، اللقب السادس في تاريخه. مبروك للاهلي، اللقب السادس في تاريخه بالركلات الترجيحية. وضح الرابع سيد قاسم احمد. أربعة 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 اثنين، أربعة اثنين، أربعة اثنين، أربعة اثنين. ما احتجنا الخامسة، ما احتجنا الخامسة. مبروك، مبروك بكل الحب، مبروك للأهلي، لجماهير الأهلي، للعيبة الأهلي، لكل محب للأهلي. الأهلي بطل كأس جلالة الملك، الأهلي بطل كأس جلالة الملك للموسم الرياضي 2023 2024. وبالتالي بالتالي الأهلي هو البطل، هو العريس هذه الليلة. مبروك. الله 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 الله، ياهي فرحة، ياهي فرحة، ياهي سعادة تغمر لعيبة الأهلي باللقب السادس، باللقب السادس لكأس جلالة الملك. هذا النهائي السادس لجمع الفريقين، وهذا اللقب السادس للأهلي على مستوى كأس جلالة الملك. لكن
لكن حقيقة خلوني أعيش هذه اللحظات التاريخية في تتويج النادي الأهلي بكأس سيدي جلالة الملك المعظم في النسخة رقم 47، في اللقب السادس في تاريخ هذا النادي الكبير، هذا النادي العريق حقيقة، النادي الأهلي. وبالتالي إنجاز يضاف لإنجازات الأهلاوية على مستوى مسابقة كأس جلالة الملك، هذا النادي الكبير اللي تأسس في عام 1936 حقيقة، اليوم يصل إلى النجمة السادسة، إلى اللقب السادس، وينال كأس جلالة الملك وبحضور الفريق الركن سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة، مستشار الأمن الوطني، قائد الحرس الملكي، ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب، رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة. لحظات نعيشها، لحظات تاريخية. ألف مبروك للأمة الأهلاوية، ألف مبروك لكل عاشق للأصفر، ألف مبروك لكل محب للأصفر، ألف مبروك لكل من يشجع الأصفر. أقول له تستاهل، تستاهل، كفيت ووفيت وأبدعت وصلت وجلت في ملعب المباراة في استاد البحرين الوطني. الجمهور اليوم استمتع بهذا الأداء، استمتع بهذه المباراة، استمتع بهذا النهائي الكبير. وبالتالي ما زال لعيبة النادي الأهلي يتسلمون الميداليات الذهبية من سمو الشيخ ناصر. طبعا حضر نيابة عن صاحب الجلالة، حقيقة هنا الله 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 الله، يشكره سمو الشيخ ناصر، يشكر لطف الله، يقول ايش سويت اليوم؟ ما حد قدر يسجل عليك. الحشاش فوز المحرك، او فوز الاهلي بالركلات الترجيحيه، فوز الاهلي بالركلات الترجيحيه. 4-4 الاهلي ما ضيعوا، عباس عيال، محمد الشامسي، جوفاني، حسين محمد قاسم، محرك حمد الشروقي ضيع، سفيان ضيع، وليد سجل، قروي ووليد حيان ايضا سجل. 4-2. ما زال سمو الشيخ ناصر يسلم الميداليات الذهبيه للعيبه النادي الأهلي. حقيقة أعجبتني أبيات لك يا طويل العمر، شو تقول فيها؟ يا قائد بلادنا الحر العديم الهمام، يا ملهم الشعب كله، يا مليك السعد، 25 عام نعيشها في سلام، ونشكر ونحمد وجودك يا زعيم البلد، الشعب كله يردد يا رفيع المقام، ما للبلد غير قائدها المفدى حمد. فعلا هذه الأبيات قالها سمو الشيخ ناصر بعد مرور 25 عام على تولي سيدي صاحب الجلالة مقاليد الحكم في وطننا. اليوبيل الفضي، الله يطول في عمرك يا صاحب الجلالة، والله يحفظ أنجالك. وبالتالي احنا نعيش في بلد يسوده الأمن والأمان، بلدنا البحرين. الله، الناس تتمنى بحر الطلبة على الدنيا، وانت اللي بس من بدهم يا ديرتي بحرين. عجبني هذا الكاس الجديد، هذا الكاس اللي صنعوه في سنغافوره. خلونا بس نتكلم عن الكاس. ما زال سمو الشيخ ناصر سلم الميداليات الذهبيه للاعيبه النادي الاهلي. عريسنا هذه الليله الاهلي، البطل الليله الاهلي، المتوج هو الاهلي، السهره الليله في القلعه الصفراء. هارد لك المحرك، هارد لك، هارد لك، هارد لك، هارد لك. لا ننسى دور المحرك ابدا ابدا ابدا. الفريقين كبار، فريقين امتعونا بمباراه بنهائي. وين راح يسلم الكاس؟ وين راح يسلم الكاس؟ وين؟ هذا الكاس يلمع والعيون تدمع، هذا الكاس الجديد، هذا اول نسخه. ايه طلع عليه على شكل مبخر، على شكل مبخر. يسلم كاس الى رئيس النادي الاهلي، يسلم لرئيس نادي الاهلي سعادة السيد خالد ابراهيم كانو، سعادة السيد خالد ابراهيم كانو، ويسلم ايضا للكابتن عباس عيان. ارفع الكاس، ارفع الكاس، ارفعوه ارفعوه ارفعوه. الله،
هي النجمة، هي النجمة السادسة، اللقب السادس، هو اللقب السادس. الله أكبر عليك، مبروك للأهلي، مبروك للأهلي النسخة رقم 47، مبروك للأهلي النسخة رقم 47 واللقب السادس في تاريخ هذا الموسم 2023-2024. ألف ألف مبروك للأهلي هاردك المحرق. أما أنا أترككم في رعاية الله وحفظه، لكم تحيات محدثكم ومعلق هذه المباراة، واللي أرجو أن أكون قد وفقت في التعليق عليها، أخوكم وابنكم محمد حسن سويد. إلى اللقاء.